تيران وصنافير مصرية بإجماع أراء قضاة الإدارية العليا، والحكم يقضي بأن السيادة المصرية على الجزيرتين مقطوع بها، والمحكمة تؤكد يد مجلس النواب مغلولة ومحظورا عليه مناقشة أي معاهدة تتضمن تنازلا عن جزء من إقليم الدولة. والرئيس عبد الفتاح السيسي عقب لقائه رئيس بيلاروسيا: نسعى لزيادة التعاون بين البلدين في مجالات متعددة. وفي الجزء الثاني من حواره مع الصحف القومية يعلن عن تعديل وزاري قريب. ووزير التموين يؤكد دعم السكر التمويني ب3 جنيه والزيت ب7. مساء الخير، مرحب بحضراتكم معنا يوم جديد من الحياة. اليوم النهاردة اليوم عنوانه بطبيعة الحال نتيجة للخبر والموضوع المسيطر على الأحداث، مش من النهاردة الحقيقة لكن من فترة، موضوع جزيرة تيران وصنافير والاتفاقية اللي وقعتها الحكومة. النهاردة حكم نهائي مبات من الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين وبطلان الاتفاقية. طبعا أسئلة كتيرة من ساعة ما زي ما قلت لحضراتكم، من ساعة لما الحكومة وقعت الاتفاقية وبعدين أحلها مجلس الوزراء على البرلمان، والبرلمان أعلن أنه هينتظر حكم المحكمة، وماذا بعد؟ إيه السيناريوهات المتوقعة أو إيه اللي ممكن يحصل بعد حكم النهاردة؟ سواء على المستوى القانوني زي ما بقول لحضراتكم حكم نهائي وبات، وحيثيات الحكم متضمنة برضو موضوع أنه ما فيش حاجة اسمها أعمال سيادة، والقضاء برضو يعني ولايته على هذه الاتفاقيات موجودة وبناء عليه كان هذا الحكم. لكن برضو في حديث آخر عن مسار قانوني في محكمة الأمور المستعجلة وكمان الدستورية العليا، في برضو نزاع للتنفيذ، ودي برضو خطوات قانونية هنتعامل معها. أسئلة ليها علاقة بالجدل السياسي، هل بعد الحكم ده مجلس النواب هينظر الاتفاقية؟ الاتفاقية كده كده موجودة عنده. طيب الحكم ده هيخلي مجلس النواب يشعر بالحرج أو يكون يده مغلولة زي ما اتقال النهاردة في منطوق الحكم؟ طيب هل هيكون الحل في استفتاء الشعب المصري؟ طيب حتى بعد الاستفتاء لو الشعب المصري قال كلمته وأيد الحكم وأيد مصرية الجزيرتين، هيكون ايه الوضع وايه التصرف؟ هل مسألة اللجوء للتحكيم الدولي خيار متاح؟ التحكيم الدولي لازم يكون بموافقة الدولتين. دلوقتي احنا بنسمع حديث غير رسمي، خليني اقول واكون دقيقة، من المملكة العربية السعودية، انه اولا هم قدموا كل المستندات وكل الوثائق اللي بتؤكد على سعودية الجزيرتين، وحديث عن اللجوء للتحكيم الدولي وان ده خيار مطروح. على كل الاحوال كل السيناريوهات، كل الآراء، التفاصيل، الخطوات اللي ممكن نشوفها خلال الأيام اللي جاية هيكون محل نقاشنا في فقراتنا الرئيسية النهاردة. النهاردة معانا فقرتين هنتكلم فيهم عن الموضوع ده. أولا من وجهة نظر البرلمان، عدد من السادة النواب هيكون موجودين معانا النهاردة، وكمان الخبراء والمختصين في فقرة تانية، سواء بنتكلم بقى على الخبراء في الوثائق، في الخرائط، في الحدود البحرية، الاتفاقيات الدولية، القانون الدولي بيقول ايه، ده هيكون في فقرة تانية ان شاء الله. لكن خلونا نبتدي بالخبر ونشوف مع حضراتكم بداية كده منطوق حكم الإدارية العليا النهاردة فيما يتعلق بتيران وصنافير. على مدار 108 يوم بدءا من 1/10 حتى الآن، وست جلسات نظرت فيها المحكمة الطعن الأول 74236 لسنة 62 قاف عين، ثم أحيل إليها في وقت لاحق أو قدم رفع أمامها في وقت لاحق طعنان آخران بشأن أحكام أخرى صدرت عن محكمة القضاء الإداري بخصوص الموضوع ذاته. والمحكمة في حكمها الذي سيصدر اليوم حسمت مجموعة من المسائل القانونية
أولها مسألة اختصاص محكمة القضاء لذلك بنظر الدعوى ابتداء، والتي حددت في حكمها التعيين طلبات الخصوم فيها ببطلان توقيع ممثل حكومة مصر على الاتفاقية، وخلصت إلى أنه عمل يندرج تحت مفهوم المنازعة الإدارية، ورفضت من ثم الدفع بعدم اختصاصها. وإذا كانت محكمة الطعن قد أيدت ما انتهت إليه المحكمة بأسبابها، فأضافت أن مصر في مطلع هذا العقد، في النصف الأول من هذا العقد، صدر عنها دستور جديد، أصدر شعبها دستورا جديدا، استولد منه نظام قانوني جديد. هذا النظام يلزمه فكر قانوني جديد، يجب مع تمسكه بثوابت التفكير القانوني أن يقبل بالمتغير، ومنها إعادة تنظيم سلطات الدولة وحقوقها الدستورية وعلاقاتها، وترسيخ مبدأ سيادة الشعب، وإلباس مبدأ الفصل بين السلطات ثوب جديد يؤدي إلى قيام حياة دستورية رائدة. وقد رفضت المحكمة طلب الحكومة وقف نظر الطعن استناداً إلى تداول منازعتي التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا. ومع تقدير المحكمة للمحكمة الدستورية وأنها الأقدر على حسم أمرهما من منظور قيام واجباتها من عدمه، قيام موجباتهما من عدمه، فإن المحكمة وفق تقديرها لم تجد في حكم القضاء الإداري ما يقيم أود منازعة التنفيذ. أجابت المحكمة على كافة الأسئلة والدفوع التي أبديت خلال جلسات الطعن، وردت المحكمة على ما أثير بشأن احتلال مصر للجزيرتين. وتؤكد المحكمة، وقد ذكرت ذلك في أسبابها، أن مصر ليست نقطة على خريطة الكون، أو خطوط رسمها خطاط أو عالم جغرافيا على خرائطه، إنما هي بلد قديم خلقه الله من رحم الطبيعة، بين بحرين عظيمين ربط بينهما بدم وعرق بنيه، برباط مادي ومعنوي، ويسري على أرضها من الجنوب إلى الشمال نهر خالد مصر الدم في شرايين الجسد. وأن جيش مصر لم يكن أبدا قديما أو حديثا جيش احتلال، وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعا عن أمنها وأمن أمتها العربية. وأن التاريخ يقف طويلا حتى يتذكر دولة غير مصر تركت حكم دولة مجاورة كانت وما زالت تمثل عمقها الاستراتيجي، ويحمل ملكها اسمها مع مصر إلى شعبها، مكتفية بعلاقات الود والقربة وحرمة الدم. أخيرا، قد وقر واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها. لو سمحت
سمحتوا. خلاص خلاص. وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية من فك راجحا ركحانا يسمو لليقين ذلك كأثر لسيادتها المستقرة من ناحية، وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يغير أو ينال من هذا. لهذه الأسباب وغيرها، فلهذه الأسباب وغيرها أعدت الدائرة حكمها في 59 صفحة انتهت فيها إلى أنه قد حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن. ده كان منطوق الحكم، حكم الإدارية العليا النهاردة بخصوص تيران وصنافير، زي ما سمعتم حضراتكم أنه قضت بمصرية الجزيرتين، وقالت أن الحكومة ما قدمتش أي وثيقة أو مستند يؤكد سعوديتهم. واتكلم كمان على أن يعني على الرغم أن في منازع التنفيذ قدام الدستورية العليا، إلا أنه وفقا لحكم المحكمة النهاردة أنه ما فيش أي أسباب تدعو لها هذه المنازعة، وأنه دي مش من أعمال السيادة، هذه الاتفاقية وتوقعها من قبل حكومة في ولاية للقضاء للنظر في هذه القضية. هيبقى السؤال فيما يتعلق بمجلس النواب، هيكون إيه التصرف؟ هل هينظر الاتفاقية؟ هل هيناقشها؟ هل المسألة هتكون معروضة أو خيار مطروح أن هو الاتفاقية تطلع أو يعني تتجه للشعب المصري للاستفتاء على هذا الكلام؟ لكن على كل الأحوال الموضوع ده هنناقشه بكل تفاصيله من خلال فقراتنا ومع ضيوفنا إن شاء الله النهاردة. لكن خلونا الأول كده نشوف ملخص إذا جاز التعبير يعني رحلة الاتفاقية في المحاكم وصولا لحكم النهاردة. بسأل عن البرلمان وموقفه النهارده. في تصريح من المستشار بهاء ابو شقه رئيس اللجنه التشريعيه بمجلس النواب بعد حكم المحكمه، قال في هنترك للشرعيه الدستوريه والقانونيه المجال كي تاخذ مسارها الطبيعي، ولا تعليق على حكم الاداريه العليا بمصريه تيران وصنافير، ولكن المجلس هيتعامل وفقا للمقتضيات القائمه وفقا للدستور والقانون. ونقطه برضو العباره او الجمله يعني ما نقدرش نستشف منها قوي، يعني هنتعامل وفقا للمقتضيات القائمه للدستور والقانون. طيب معنى كده انه في مسار قانوني وفي مسار سياسي او مسار برلماني زي ما كان قال قبل كده دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ولا احتراما لحكم المحكمه فبالتالي مجلس النواب ما يقدرش ان هو يتعامل او يناقش وايديه بقت مغلوله بعد هذا الحكم؟ يعني يقدر يقول لا الجزيرتين سعوديتين؟ طب يتعارض الكلام ده مع حكم القضاء؟ ممكن يؤيد هذا الحكم ويعني المجلس النواب يعني يجي كلام مؤيد او زي حكم المحكمه النهارده؟ برضو احنا محتاجين نفهم معنى هذا التصريح، وهنحاول برضو يكون معانا معالي المستشار بهاء ابو شقه. لكن على الجانب السعودي، عضو مجلس الشورى السعودي السابق ورئيس مركز الشرق للدراسات انور ماجد عشقي قال بعد حكم المحكمه الاداريه العليا النهارده، قال ان السعوديه قدمت للجانب المصري المستندات الكافيه لاثبات سعوديه الجزيرتين، واتكلم كمان ان بلاده قد تلجا للامم المتحده وللتحكيم الدولي.
وأشار كمان لأن التوتر في العلاقات ما بين البلدين ده ناشئ عن خلافات بخصوص قضايا إقليمية مش في الأساس يعني سبب التنازع على السيادة على الجزيرتين. احنا موجود معنا دكتور أنور ماجد عشقي عضو مجلس الشورى السعودي السابق، برحب بحضرتك معنا دكتور ماجد، أهلا وسهلا بسيادتك. أهلا وسهلا بكم. بداية يعني كلام حضرتك أو الموقف اللي عبرت عنه في تصريح سيادتك يا فندم ده يعني تحليل للمشهد ولا وفقا للمعلومات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا هو المعروف أني أنا طبعا متقاعد ولست طبعا أعمل، وأنا الحقيقة كنت لواء ركن دكتور ورئيس رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. صحيح. وما أتكلم به هو من رأيي ومعرفتي الخاصة. نعم. فإذا العمل فهذا هو ما قلته لهم بخصوص الحج طبعا قرار المحكمة العليا. يعني دي قراءة سياسية أو سيناريو متوقع وفقا لرؤية حضرتك اللجوء للمحكمة الدولية أو للتحكيم الدولي. المحكمة الدولية المملكة العربية السعودية لا تلتجئ إليها فيما يتعلق بين الأصدقاء إلا إذا الأمر تعثر كثيرا. لهذا المملكة العربية السعودية في هذه الأيام كما ألاحظ أنها تلتزم الصمت في هذه القضية. لأنها تعتبر هذه القضية هي قضية داخلية مصرية. فالإخوة في مصر هم يعني يرتبون أوضاعهم يعني يفعلون ما يريدون، ولكن القضية هذه قضية دولية والمملكة العربية السعودية لا تحب أن تتدخل في شؤون مصر الداخلية، طالما أن هذا الموضوع الذي يخاض فيه الآن هو موضوع مصري. لا بس حضرتك قلت من ثواني ان السعوديه لا تلجا للتحكيم الدولي الا اذا كان المساله تعقدت كثيرا، هل بحكم القضاء الاداري النهارده يعني ينطبق هذا الوصف وبالتالي لازم يكون في هذا التحرك او اللجوء للتحكيم من وجهه نظرك؟ اذا العمليه لم تتعقد بين المملكه وبين مصر، العمليه معقده بين فئتين في مصر، الحكومه وبعض الجهات القضائيه. يعني السعودية ليست طرف أو تنتظر لغاية لما تشوف مثلا المسألة هتنتهي بأي شكل وصولا للبرلمان. سيد ماجد تفضل. ايوه تفضل. هو الحقيقة المملكة هي وقعت العقد. نعم. وقعت الاتفاق لتعيين الحدود. البعض بيقول تسليم الحدود، لا، تسليم الحدود يأتي بعد تعيين الحدود. فالمملكة العربية السعودية وقعت على هذا، وقعت طبعا القيادة في مصر على هذا، وبعد ذلك حصلت المشكلة في الداخل. إذن القضية قضية داخلية، وأعتقد أنها تفسد حسابات داخلية، حسابات داخلية وحسابات سياسية أيضا ما بين البلدين. لا ليست سياسية بين البلدين. طالما أن القيادة السياسية في مصر هي تقف وتحمي، ومن حقها أن تحمي الاتفاق الذي وقعت عليه. يعني الـ 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 الكرة في ملعب الحكومة أو في ملعب القيادة السياسية وفقا لرؤية حضرتك، يعني هي اللي تدافع عن هذه الاتفاقية اللي قامت بتوقيعها. صحيح. طيب حضرتك قلت ان المملكة العربية السعودية قدمت للجانب المصري المستندات الدالة على سعودية الجزيرتين، الكلام ده تم في وقت سابق قبل توقيع الاتفاقية ولا تم امداد الجانب المصري بهذه المستندات لتعديل موقفه؟ معروف دوليا قبل الاتفاق كل دولة تقدم ما لديها، وبعد ذلك تتفق الدولتان على 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 ما يتواضع عليه الطرفان، ثم بعد ذلك يجري التوقيع، وهذا ما حدث. سيد عشقي، يعني لو حللنا هذا المشهد، العلاقة ما بين مصر والمملكة علاقة تاريخية وعلاقة يعني فيها من الود، لكن في أجواء من التوتر ما بين البلدين في الفترة الأخيرة، فهل هذه القضية هتزيد من هذه الأجواء؟ هل هي سبب من أسباب التوتر في الفترة الأخيرة ولا رأيت حضرتك إيه؟ يعتقد الكثير أنها تزيد من التوتر، لكن أنا أقول بأنها لا تزيد من أي نوع من التوتر. المشكلة التي بين البلدين هي عبارة عن اختلاف وجهات النظر تنحصر في قضيتين تقريبا، هي قضية سوريا واليمن. والجزيرتين؟ الجزيرتين ما فيش، القضية ليست قضية جزيرتين، القضية قضية حدود دولية مائية.
هذه الحدود الدولية المائية أرادت المملكة أن ترسم هذه الحدود. فطالما رسمتها تبقى أو طبعا طالما حددتها تبقى الجزيرتين في داخل الأراضي السعودية أو البحر البحارة الإقليمية السعودية أو الجزء البحر الإقليمي السعودي. وفقا لوجهة النظر السعودية أو الأدلة أو الوثائق اللي قدمتوها للقيادة المصرية. اسمحي لي أقول لك تاريخيا. فضل. هو تاريخيا أيام المماليك والأتراك اتفقت الدولتان. نعم. سيد ماجد. طيب للأسف الخط قطع. طب احنا معنا دلوقتي على التليفون دكتور محمد صلاح أستاذ القانون الدستوري عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان. برحب بحضرتك معنا يا فندم. دكتور محمد مش عارفة هل التليفون معانا ولا لا. طيب دكتور محمد مساء الخير يا فندم. ألو. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني ألو. أيوة يا سيادة النائب. سيادة النائب مساء الخير. طيب معلش عشان مشكلة التليفون معانا برضو كده بعض الآراء من عدد من السادة النواب بخصوص الاتفاقية واللي هيحصل في البرلمان. نتابع ده مع حضراتكم ونرجع برضو نحاول مرة تانية نعمل اتصالنا بدكتور محمد صلاح. النهارده أصاب كبد الحقيقة منذ سنوات العمر كلها نعلم أن طيران وصنافير مصرية. مع احترامي للحكم القضائي ولكن وفقا لنص المادة 151 من الدستور البرلمان هو المختص. المادة 151 من الدستور تقول يبرم رئيس الجمهورية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ويحيلها إلى البرلمان سواء البرلمان وافق أو لم يوافق، لكن هذا هو النص الدستوري. ما حدث يتعارض مع النص الدستوري 151 ويتعارض مع النص الدستوري رقم 5 الذي يقر بمبدأ الفصل بين السلطات. الحكم الذي صدر لا يحيل ولا يمنع البرلمان من ممارسة اختصاصه الأصيل. طبعا هو في الأصل أنه لا تعليق على أحكام القضاء، ولكن أنا شايف أن احنا يعني مش عايزين نستعجل ونسترق الأحداث. الاتفاقية المفترض أنها في المجلس جاية، المجلس هينظرها بشكل أو بآخر، وفي النهاية لما هيتخذ القرار بشأنه، وإذا ما حدث اختلاف احنا الشعب موجود، يعني الشعب هو صاحب القرار في النهاية. طيب قبل ما نرجع نتكلم مع سيادة النائب دكتور محمد صلاح، رجع لنا مرة تانية دكتور أنور ماجد عشقي عضو مجلس الشورى السعودي السابق ورئيس مركز الشرق للدراسات. برحب بحضرتك معانا مرة تانية سيد أنور. أهلا وسهلا بسيادتك. أهلا وسهلا بكم. معلش الخط قطع وحضرتك تتكلم على تاريخيا الجزيرتين والسيادة عليهم لمن؟ هو هناك في قضيتين، قضية تاريخية وقضية دولية. التاريخية منذ أيام الأتراك والمماليك، فطبعا حدت الحدود المياه الإقليمية بالنسبة للدولتين. وقعت الجزيرتين في الجزء الذي يعني في طرف المملكة العربية السعودية. أما الجانب القانوني فإن لدينا هناك الشيخ حميد. الشيخ حميد تبعد طبعا تدخل جزيرة صنافير في مياه الإقليمية طبعا للشيخ حميد، وأيضا تقع جزيرة تيران نفس في المياه الإقليمية لجزيرة صنافير، فإذا هذه تبع المملكة. أما بالنسبة لمصر فهي تبعد عن المياه الإقليمية المصرية أكثر مما تبعد عن المياه الإقليمية السعودية، فإذا بحكم القانون الدولي هي سعودية. فإذا العملية عملية يعني مفصولة دوليا، يعني محسومة دوليا، وهذه القضية قضايا دولية لا تحكم، يعني لا تفصل فيها عملية قضاء إداري. لهذا القضاء الإداري أنا كنت لسه هناقش حضرتك في المسألة دي. بطلان التوقيع على الاتفاق. ولكن لم يتكلم في المياه الإقليمية ولم يتكلم في الحدود البحرية. لكن القضاء تحدث عن الوثائق والمستندات والأدلة اللي قدمتها الحكومة، لم ترقى لكونها أدلة تثبت سعودية الجزيرتين. الحكومة حكمت بالنقد، طلبت النقد فقط، فلما طلبت النقد قدمت بعض الأدلة
فلم تقدم كل الأدلة. فإذا جاء الحكم بالنقد ل طبعا جاء الحكم في حضرتك بتقول الحكومه ما قدمتش كل الأولى. حضرتك بتقول الحكومه ما قدمتش كل الادله طبعا بالمحكمه الاداريه العليا، وحكمت بالطعن المقدم من هيئه قضايا الدوله على الحكم الصادر من محكمه القضاء الاداري الدرجه الاولى ببطلان توقيع العقد او توقيع الاتفاق. لكن حضرتك بتتكلم على القانون الدولي، الحدود البحريه والنقاط دي لكن حضرتك قلت من ثواني لدينا ما يثبت ان الملك فاروق طلب ان تكون لدى الامانه لدى مصر. وايضا فيما بعد ايام الرئيس عبد الناصر الرئيس الراحل عبد الناصر، والقضيه كانت يعني محسومه. لكن المملكه العربيه السعوديه السؤال قد يكون لماذا صمتت طوال هذه المدة؟ صمتت طوال هذه المدة المملكة العربية السعودية لأن المملكة العربية السعودية كانت ضد اتفاق كامب ديفيد، وهذه دخلت ضمن الاتفاق حق كامب ديفيد. طيب ولماذا الآن؟ الآن المملكة العربية السعودية أرادت ترسم الحدود، فطبعا إذا المملكة العربية عليها أن تحترم المعاهدات، فكامب ديفيد أصبحت معاهدة دولية. طيب المملكة تحترم المعاهدات الدولية. دكتور ماجد، حضرتك قلت ان الحكومة ما قدمتش كل المستندات اللي لديها للمحكمة، بمعنى ايه؟ يعني طبعا هي الحكومة المصرية المستندات التي لديها هي حرة، هل تبديها كلها او تبدي بعضها او تبدي هذا هو، لكن انا ما اعرف. طب حضرتك عرفت منين ان الحكومه ما قدمتش كل المستندات يعني؟ لا يعني مرجعيه هذه المعلومه ان الحكومه ما قدمتش كل المستندات، يعني المعلومه دي بناء على ايه يا فندم؟ بناء على انه لو قدمت تلك المستندات لما حكمت لما رفضت النقد هذه طبعا للمحكمه الاداريه العليا. دي مستندات او ادله الجانب السعودي قدمها للجانب المصري، دي اللي ما اتنظرتش قدام المحكمه، تقصد حضرتك ولا ايه؟ اذا طلبت طبعا مصر من المملكه العربيه السعوديه تقديم المستندات، فالمملكه العربيه السعوديه تستطيع ان تقدم السندات. طيب برضو هيبقى السؤال، وماذا بعد سيد ماجد؟ يعني إذا كان وفقا لكلام حضرتك في شعور يكاد يصل اليقين في المملكة أنه الحق معها والمستندات والأدلة بتؤيد موقفها وأن القانون الدولي هيكون داعم للمملكة العربية السعودية في هذا النزاع، هل تتوقع بالفعل اللجوء للتحكيم التحكيم يكون برضا الطرفين برضا الدولتين؟ فهل ده خيار ممكن نشوفه؟ هل تتوقع اتصالات سياسية ما بين البلدين، ولا التوتر في العلاقة ما بين مصر والمملكة هيمنع هذا؟ توتر علاقة بهذا السبب لا يمكن أن يحدث، ولكن طبعا لين إلى أن تستنفذ الحكومة كل المصرية كل ما لديها في هذه القضية، لأن رجال القانون الكبار مختلفين في هذه القضية. طبعا العملية هناك من يريد أن ينسف العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية، لهذا المملكة العربية السعودية لم تتدخل في هذا الموضوع أبدا، ولم تصرح بأي كلمة رسمية، وهذا رأيي الشخصي. بس حضرتك قلت إذن العملية العملية المملكة العربية السعودية تلتزم الصمت حتى يحسم، فالمملكة تخاطب الحكومة المصرية ولا تخاطب الجهات الأخرى الداخلية في مصر، لأن هذه تتعلق بالسيادة. حضرتك قلت نقطة مهمة بس عايزة أعيدها، أن لتوتر العلاقات ما بين البلدين حضرتك بتستبعد اللجوء لخيار التحكيم الدولي عشان لا تزداد العلاقة سوءا يعني أو التوتر يزداد. آخر شيء هو التحكيم الدولي. نعم، شكرا جزيلا على هذه القراءة السياسية دكتور أنور ماجد عشقي، عضو مجلس الشورى السعودي سابقا ورئيس مركز الشرق للدراسات، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب الموضوع بكل تفاصيله وبكل وجهات النظر السياسية والقانونية هيكون محل نقاشنا في فقرتنا النهاردة بإذن الله، لكن خلونا نرجع نتابع بقية أخبارنا واللقاء اللي تابعناه ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين رئيس بيلاروسيا امبارح. النهاردة تطورات هذا اللقاء والأعمال اللي تمت أو التنسيق اللي بيحصل ما بين البلدين. النهاردة تم افتتاح منتدى الأعمال المصري البيلاروسي الثاني والمعرض المصاحب ليه بحضور 10 وزراء من بيلاروسيا و
من وزرائهم المصريين بحضور كمان أكثر من 40 شركة عملاقة. طبيعة العلاقات ما بين البلدين، شكل التعاون والتنسيق سواء بنتكلم على المستوى الاقتصادي أو المستوى السياسي، ده اللي هنتابعه من خلال التقرير اللي جاي. بحضور 10 وزراء من بيلاروسيا ونظرائهم المصريين وأكثر من 40 شركة عملاقة، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظير البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو منتدى الأعمال المصري البيلاروسي الثاني والمعرض المصاحب له. افتتاح قام قبله السيسي ونظير البيلاروسي بتفقد معرض الإنتاج بيلاروسيا من المعدات الثقيلة وبعض وسائل النقل مثل الجرارات، خاصة أن بيلاروسيا من الدول الرائدة في صناعة وسائل النقل والمعدات الثقيلة. لقد شهد التعاون بين مصر وبيلاروسيا تقدما كبيرا خلال الفترة الماضية، خاصة بعد انعقاد الدورة الأخيرة للجنة المشتركة بالقاهرة في مارس الماضي، والتي عكست رغبتنا المشتركة في تعزيز التعاون بين بلدينا في كافة المجالات، وخاصة التعاون الاقتصادي بوصفه القوة الدافعة لتطوير العلاقات الثنائية بشكل عام. افتتاح أكد خلاله السيسي أن حكومة مصر وبيلاروسيا تسعيان إلى بذل كافة الجهود لتوفير بيئة اقتصادية واستثمارية مواتية تشجع رجال الأعمال على استغلال الفرص الاستثمارية بهدف تعزيز النمو، مفيدا بأن الحكومتين تعملان على التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسي لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين. هذا المنتدى الذي يأتي في احتفالنا ب 25 عاما من إرساء العلاقات الديمقراطية العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبيلاروسيا، أود أن أهنئكم بهذه المناسبة وأن أؤكد على عمق علاقاتنا في المستقبل. زيارة الرئيس البيلاروسي للقاهرة وقع خلالها مع الرئيس السيسي على تسعة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبرنامج عمل بين البلدين. النهاردة الصحف القومية الثلاثة، الأخبار والأهرام والجمهورية، نشروا الجزء الأول من حوار رؤساء تحرير الصحف دي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي اتكلم يمكن أكتر كلام كان عن الوضع الاقتصادي، وقال إنه قال الرئيس إن احنا بنعيد صياغة الاقتصاد وبنجدد دمه لبناء الدولة اللي التي نريدها، وقال إنه واثق في المواطن البسيط واستعداده للتحمل طالما إنه متأكد إن رئيس الجمهورية لا يبيع له الوهم. وقال كمان رئيس إنه في سباق مع الزمن علشان يوجد حل جذري لكل مشكلة بتواجه المصريين. اتكلم الرئيس على ان لجوء مصر للاقتراض تم في اضيق الحدود وان مفيش ادنى خطوره على مصر في نظام السداد. وجه حواره كمان او حديثه للمستثمرين وقال ان الدوله بتدعمهم ومفيش حد هيقدر يمسهم طالما انهم بيشتغلوا. اتكلم بقى عن السوق والعرض والطلب والارتفاع الاسعار، وقال الرئيس انه مش هيسيب الناس اسرى لاليات السوق. برضو الرئيس اتكلم عن عدد من المشاريع والشغل، تسليم مصانع مدينة الأساس والجلود لصغار الصناع خلال 9 شهور. اتكلم كمان على ان الدولة جاهزة لتسليم 100,000 فدان للأفراد بعد الإجراءات الإدارية في مشروع 1.5 مليون فدان. اتكلم عن اكتمال انشاء 3 مطارات دولية. برضو المشاريع اللي شغالة فيها الدولة اللي هي محور 30 يونيو اللي هيطلع من بورسعيد للحدود مع السودان، ده هيخلص على نهاية السنة دي، واطلاق مدن الصعيد الجديدة خلال شهرين. زي ما بقول لحضراتكم برضو الرئيس وعد انه الأسعار هتنخفض قبل شهر رمضان. ده كان الجزء الأول. في جزء تاني هيتنشر بكرة، في بعض المعلومات كده عن الجزء التاني من الحوار، وأهم حاجة جت في الجزء التاني ده انه في تعديل وزاري قريب. الرئيس قال نصا انه ما يحتاج إلى تصويب سنصوبه. النهاردة وزير الاتصالات والمعلومات وقع مذكرة تفاهم مع رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ما بين البلدين، وإقامة أول منتدى أعمال للشركات الصينية ونظيرتها المصرية في مجال الإلكترونيات والاتصالات. في إطار تنمية العلاقات المصرية الصينية والعمل على الارتقاء بالمشروعات التجارية والصناعية التكنولوجية بين البلدين لتطوير طريق الحرير للربط المعلوماتي، استقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفد قيادات اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصيني برئاسة نائب رئيس اللجنة، وقام مذكرة تفاهم مع السكرتير العام للجنة الوطنية
للتنمية والإصلاح بالصين. هذه الاتفاقية بتشمل حقيقة أطر تعاون كثيرة جدا مبنية على طريق الحرير أو السيلك رود، وكيف يمكن أن تلعب مصر دور كبير في التواصل ما بين الصين وما بين الدول الإفريقية وما بين الصين وما بين السوق المصرية. حال الاتفاقية كمان فيها جزء مهم جدا لأن بتشمل التعاون في إطار المدن الذكية وإنشاء المدن الذكية. المذكرة تهدف إلى خلق قاعدة من مشروعات التجارة الإلكترونية والاستثمار في مجالات خدمات المعلومات وتنمية التعاون فيما يتعلق بالتبادل التكنولوجي والصناعي بين البلدين. من خلال اتفاقية اليوم التي تم إمضاؤها بين الجانب المصري ممثل في وزير الاتصالات وبين الجانب الصيني ممثل في هيئة التنمية والإصلاح الصيني، بنتمنى التقدم للطرفين من خلال هذه الاتفاقية، ونتمنى أن تحقق تنمية مثمرة للطرفين. وتعتبر اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أعلى جهة حكومية بجمهورية الصين الشعبية والمفوضة من قبل الحكومة لتنفيذ المشروعات العملاقة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بخصوص الأسعار، النهاردة اللواء محمد علي مصلحي وزير التموين أعلن على أن الحكومة ملتزمة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وخاصة السلع اللي بيتم توزيعها على بطاقات التموين وبيستفيد منها حوالي 70 مليون مواطن. بيحصل أنه بيتم تنفيذ إجراءات لتحقيق التوازن والاستقرار في أسعار السلع. واتكلم الوزير على أن الوزارة بتدعم كيلو السكر في التموين ب3 جنيه وده تكلفته 10 جنيه وبيتم صرفه على البطاقات ب7 جنيه، وأن الحكومة بتدعم كيلو الزيت ب6 جنيه وبيتم صرف الزيت ب10 جنيه على الرغم أن تكلفته 16 جنيه. في قصة تانية كمان، لأن وزير التموين النهاردة في يعني قصة متعلقة بشركات مضارب الرز على مستوى الجمهورية. الشركات دعت لاجتماع طارئ يوم الخميس الجاي علشان بيطالبوا وزير التموين ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن هم يرجعوا عن قرار منع المضارب من تعبئة الرز المستورد. نفهم القصة دي. معانا على التليفون أستاذ كريم جمعة معاون وزير التموين. مساء الخير أستاذ كريم، برحب بحضرتك. يا أستاذ كريم، مساء الخير يا فندم. أستاذ كريم، لغاية لما نرجع للتليفون. النهاردة المجلس القومي للسكان بحضور دكتورة ميسة شوقي نائب وزير الصحة لقطاع السكان عمل ورشة عمل لطلبة كليات الطب اللي بيشاركوا في المرحلة الأولى من مبادرة الرائد الجامعي لطرح أهداف ومحاور الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 وعرض المبادرة والأنشطة المستهدفة في المرحلة الأولى. نتابع. عقد المجلس القومي للسكان ورشة عمل لطلبة كليات الطب من خلال جمعية تطوير مستقبل طلاب الطب المصرية وبمشاركة المجتمع المدني في المرحلة الأولى لمبادرة الرائد الجامعي، والتي تنفذ بالتنسيق مع عدد 24 كلية من كليات الطب والتمريض والصيدلة على مستوى الجمهورية، وذلك بدعم من منظمة اليونيسيف بالقاهرة على مرحلتين. مبادرة الرائد الجامعي هي أول تواصل مباشر، أول حلقة في حلقات التواصل المباشر في الخطة القومية لرفع الوعي الصحي والمجتمعي اللي عدها المجلس القومي للسكان. معانا طلبة من الجامعات، بنتعامل مع 24 جامعة في مصر. احنا مختارين 12 جامعة في أول مرحلة، بنختار من كل جامعة 100 طالب، دول عبارة عن 60 طالب من كلية الطب و20 من الصيدلة و20 من التمريض. الطالب قبل ما يبتدي يبقى هو أساسا رائد، المفروض أنه هو يتعمله نوع من أنواع التدريب على مهارات التواصل، يتعمله تدريب على الحقائب التدريبية اللي هتبقى بتبني عنده المرجعة العلمية اللي بيها يقدر يثقف المجتمع. مبادرة تنبثق من الخطة القومية لرفع الوعي الصحي والمجتمعي والتي ينفذها المجلس القومي للسكان، وتهدف إلى رفع وعي طلاب الجامعات بفوائد الأسرة الصغيرة ومفاهيم التربية الإيجابية، بالإضافة إلى التوعية بأهم الرسائل الصحية والمجتمعية المرتبطة برفع الخصائص السكانية للمواطنين. اتحاد مصري بنخدم دور الصيدلي في مصر، احنا موجودين في 31 جامعة على مستوى مصر وتابع للاتحاد الدولي. جالنا الدعوة ان احنا نكون ممثلين لطلب الطب في مش بس في تنفيذ المبادرة بل في التخطيط لها من البداية. وفقا لما قالته الدكتورة ميسة شوقي نائب وزير الصحة، فإن مجلس السكان أعد 4 حقائب تدريبية للطلبة حول موضوعات مختلفة تشمل الخدمات الصحية والصحة الإنجابية وصحة الأسرة والتغذية السليمة ومناهضة العنف الأسري والعنف ضد الأطفال وختان الإناث، بالإضافة إلى الوقاية والعلاج من الأمراض المعدية وغير المعدية،
تمثل هذه الحقائب إصدارا جديدا للمجلس القومي للسكان، وهو دليل الأسرة المصرية، وهو الأساس في تدريب 1200 طالب كمرحلة أولى خلال العام 2016-2017 للقيام بتنفيذ أنشطة توعوية حول تلك الموضوعات داخل الحرم الجامعي. وسوف يقوم الطلاب من خلالها على تدريب أقرانهم لنشر الوعي على مستوى المجتمعات المحلية الأكثر احتياجا. نرجع للتموين وللأسعار. أستاذ كريم جمعة معاون وزير التموين معانا. مساء الخير أستاذ كريم. أهلا مساء النور. أهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله. الله يخليك يا فندم. أستاذ كريم، طبعا احنا مهتمين بمسألة السلع والأسعار ومدى توافر السلع في السوق، وبرضو غير السلع الموجودة على بطاقات التموين اللي خارج البطاقة، الأسعار برضو مبالغ فيها، ازاي بتتعاملوا مع المنظومة دي كلها؟ طب هو بداية بس يعني بناء على تصريح معالي وزير التموين والتجارة الداخلية عن دعم كيلو السكر ب 3 جنيه والزيت ب 6 جنيه يمكن دوت في جزء للإجابة على سؤال حضرتك. احنا الارتفاع في الأسعار نحن نقابله بنوعين من أنواع الدعم. دعم بينزل على البطاقة التموينية ودعم بينزل على السلعة، فبالتالي احنا كده بننزل الدعم مرتين بحيث ان الأسعار تكون إلى حد كبير مناسبة. يعني طبعا اللي حصل من ارتفاع في الاسعار ما يعني مش دور وزاره التموين والتجاره الداخليه ان هي تبقى، يعني انا قصدي مش السبب في وزاره التموين والتجاره الداخليه، ولكن نحن نعمل باليات السوق الحر وهي الـ يعني توفير السلع واتاحه السلع، ودوت اللي بشكل اكبر هو اللي بيأثر على بس الأحر. اليات السوق الحر ما تعنيش عدم الرقابه على الاسواق يا فندم، يعني اذا كنا بنتكلم على سكر على زيت على رز خارج بطاقات التموين، كل محل وكل سوبر ماركت حر في الرقم اللي بيحطه، ولو كنت عايز لو كده خلاص ما فيش. ما بص يا فندم، هو يعني الرقابه ممكن تبقى سلاح ذو حدين، ما احنا لما بنشدد الرقابه وبنزود الرقابه بيجي لنا بعض الشكاوى ان احنا زي ما حضرتك بتقولي كده، يعني بنبقى شايفين شغلنا اكتر من اللازم. مين اللي بيشتكي؟ بالتالي بعض الناس بتبتدي يبقى عندها تخوف ان هي تطرح السلع، فيعني اصبح الوضع بيحتاج فعلا تكاتف الجميع الان، يعني ان احنا نحس ببعض اكتر من كده. بعض التجار طبعا في تجاوزات من بعض التجار، ولكن في بعض التجار فعلا ما بيغلوش في اسعار السلع. بنحاول ان احنا نطرح كميات اكبر واكبر عندنا في المجمعات الاستهلاكيه ومجمعات ومنافس جمعيتي والقوافل المتنقله طبعا للتغلب على كل هذه الظواهر. يعني طيب ايه مشكله مضارب الرز مع وزير التموين؟ هو مفيش مشكلة يا فندم، يعني هو مفيش مشكلة في مضارب القرص، لو في حاجة تحديدا ممكن حضرتك تحددها لي يعني عشان ابقى. لا هو حضرتك يعني ما وصلكمش قصة ان مضارب الرز بتطالب وزير التموين ان هو يرجع عن القرار اللي خده بخصوص منع المضارب من التعامل مع الرز المستورد وتعبئته، وقال ان ده بيكلفهم ويعني حالهم واقف فلازم الرجوع في هذا القرار، وبيقولوا اجتماع طارئ وخطوات تصعيدية، الكلام ده يعني وصل لحضراتكم ولا لا يا فندم؟ ولا يا فندم، يمكن رئيس الشعب في تواصل تام مع معالي الوزير، يعني قريبا كان هو يعني عندنا. انا طبعا مش ببقى مطلع على كل تفاصيل مثل هذه الاجتماعات، خاصه يبقى في ملفات بعينها انا بقوم بمتابعتها يعني، ولكن الباب طبعا مفتوح للنقاش مع كافه الاطراف المعنيين دائما يعني مع معالي الوزير. طيب شكرا جزيلا استاذ كريم جمعه معاون وزير التموين، شكرا لحضرتك. من وقت للتاني برضو بنحاول نبص على محافظات مصر المختلفة ونشوف، طبعا المشاكل واحدة أكيد، لكن كل محافظة يمكن ليها خصوصيتها برضو في طبيعة المشاكل، في طبيعة تعامل المحافظ كمان مع المشاكل اللي عنده. العاصمة التانية عروس البحر المتوسط اسكندرية، ايه وضعها بالنسبة للمشاكل اليومية والحياتية للمواطن السكندري؟ ازاي المحافظ بيتعامل مع امور ومشاكل اسكندرية؟ ده اللي هنتابعه من خلال اللقاء اللي عملناه مع سيادة اللواء دكتور رضا فرحات محافظ اسكندرية، وبعده ان شاء الله فاصل واول فقرة من فقراتنا النهاردة تيران وصنافير في مجلس النواب، ايه اللي هيحصل؟
تعالي ليكم مشاهدينا، اسكندرية الفترة الماضية كانت بتواجه مشاكل كبيرة جدا، أبرزها مشكلة القمامة ومشكلة البنى المخالف ومشكلة الشتاء ومشاهد الغرق اللي احنا شفناها خلال الفترة الماضية. بالتأكيد كل المشكلات دي هتكون محور كلامنا النهاردة مع محافظ الاسكندرية. حلول كبيرة رصدناها خلال الفترة اللي فاتت مع المحافظ، الشارع المواطن البسيط لمسها. نبتدي بمشكلة واحنا دلوقتي في فصل الشتاء، يمكن المواطن لمس بشكل كبير جدا في تغيير كبير عن مشاهد الغرق اللي احزنت الكثيرين من محبي وعشاق مدينه الاسكندريه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا فيما يتعلق بالمشروعات الخاصه بموضوع الامطار، احنا السنه دي يمكن الوضع اختلف شويه، ان احنا كان في بعض الامور من السنه اللي فاتت مشاكل أو نقاط سخنة بنسميها حصل فيها مشاكل العام الماضي أدت إلى غرق الإسكندرية، كان أما عدم قدرة استيعاب الشبكة الخاصة بالصرف الصحي لكمية مياه الأمطار اللي نزلت العام الماضي، وكانت حوالي 52 مليمتر. السنة دي برضه عشان نقول نفس الكميات، هي نفس الكميات اللي نزلت، لكن الأداء نفسه اختلف، إن احنا قعدنا كل الجهات مع بعضها على ترابيزة واحدة، عملنا خلية إدارة الأزمة، رجعنا كل مشروع تم في اسكندرية إيه اللي تنفذ فيه وإيه اللي ما تنفذ. كان في مشروعات ما خلصتش أول ما جيت وأنا محافظ اسكندرية، لحقنا خلصناها قبل بداية موسم الأمطار. كل المصبات اللي على الكورنيش بالكامل 26 مصب دول اتفتحوا، كل الأنفاق اترجعت، الأنفاق دي كمان فيها ترمبات بتشتغل كانت بالكهرباء، طب لو الكهرباء قطعت دي ممكن تعمل مشكلة والنفق يتسد في 10 دقايق. جبنا مولدات، العربيات تبقى متمركزة في أماكن انتشار وفقا لرؤية المحافظة مع الجهاز التنفيذي للشركة القابضة. أذكر المشاهدين حضرتك توليت المنصب من سبتمبر، دي فترة يعني نقدر نقول فترة قليلة جدا عشان إنجاز مثل هذه الأمور، أعتقد يعني ما كانش الأمر بالسهل. هو يعني 7-9 يمكن، ده كان أنا 8-9 وصلت اسكندرية، كان تاني يوم ليا اجتماع بخصوص الأمطار ومناقشة موضوع الأمطار، وانطلقنا في خطة عاجلة وحتة سريعة ان احنا نقدر نحط ايدينا على كل المشاكل اللي كانت موجودة وايه اللي ما تحلش فيها. الحمد لله السنة دي كل الاماكن اللي الناس كانت مستنيها وبتشوفها بما فيها حتى كمان عدد كبير جدا من الشوارع الجانبية، السنة دي انا راهنت قلت مش عايز حد يتشال في نفق يعدي النفق وهو متشال، مش عايز اشوف منظر الجيتكي، مش عايز اشوف منظر فلوكة او مركب الناس بتعدي بيها جوه منطقة شعبية. كنت حزين انت فنم بصفتك مواطن اصلا، يعني عن المشاهد اللي احنا رصدناها العام كمواطن. طبعا الصور اللي نشرت في 2015 كانت بإدت مظهر لإسكندرية بشكل مش ظريف، ويعني دي بتأثر علينا حتى في مجال السياحة. الشيء السنة دي اللي كان كويس ان احنا كنا بالكاميرات، القنوات كلها الفضائية نزلت صورت، والشوارع كمية الامطار نازلة والعربات ماشية باقصى سرعة، مفيش اعاقة مرورية، المشكلة كانت بتحصل بنحلها على طول في نص ساعة. ما بنقولش ان احنا الشبكة بتاعتنا تقدر تستوعب كميات الامطار اللي بتنزل لو زادت، لكن احنا برضو لجأنا في بعض الاحيان ان احنا نخفف ضغوط المية، قطعنا المية عن بعض المناطق عشان نخفف الضغط لمدة ساعة او ساعتين. تعمل اختبارات برضو، نزلنا عملنا نموذج المحاكاة على الطبيعة عشان نشوف حجم استيعاب المية وميول الرصف. يمكن النوى اللي استمرت 6 أيام ورا بعض متواصلين دولت دي ادت الى ان احنا يعني قدرنا ان احنا استفدنا فيها في ان احنا كيف تتعامل الإسكندرية مع كميات الامطار اذا استمرت مدة طويلة، ودي كانت كويسة. يعني كانت كل الناس لمدة 4-5 أيام صحيين بصفة متواصلة. نقدر نقول بنسبة قد ايه محافظة إسكندرية نجحت السنة دي في ان هي تتلافى كل المشكلات والمشاهد اللي احنا كنا شايفينها؟ يعني انا اقدر اقول ان رضاء المواطن هو اللي يقدر يحكم، لكن انا بقول مثلا نقول 75-80%، والباقي لسه في حاجات بنحلها. يمكن طلبنا من السيد وزير الاسكان اعتمادات جديده لمحطه الصرف الصحي، كان عندي مشاكل في العجم السنه دي برضه عشان يعني اكون صريح وواضح، في بعض المشاكل، المشكله في العجمي في شبكه الصرف الصحي بتاعته فيها مشاكل كبيره جدا، فاحنا بنشوف حلول ليها عشان السنه الجايه ما تحصلش.
دي برضو حاجات بالنسبة لي أنا ضايقتني إن يحصل عندي بعض المناطق، في مناطق أنا عايز اسكندرية كلها يجي الشتاء كده وإحنا زي زمان كنا بنحب نمشي وإحنا في اسكندرية. كان ليك تصريحات دايما تتكلم تقول إن اسكندرية مش مجرد الكورنيش، ودايما بتخاطب المواطنين الموجودين في العشوائيات في القرى والنجوع، أماكن كتيرة جدا جوه مدينة الاسكندرية. الناس دي اللي بتسمعنا وبتشاهدنا تقول لهم إيه على فكرة لو عندهم أي وجود أي أضرار بتأثروا بيها في الشتاء ده؟ واحنا كنا بنرصد المناطق كلها الداخليه ونزلنا لهم بنفسنا، يعني كنا بنتعامل فيها مناطق الشوارع الجانبيه معظمها ما فيهاش صرف صحي يستوعب الكميات، لكن المناطق اللي كانت ما فيها مشاكل جامده زي منطقه الحرمين منطقه الفلكي دي كنا موقفين تمركزات فيها. الحرمين الحمد لله السنه دي خلصنا المشروع 9 مجاري اللي هو بيخدم منطقه النبوي والمهندس، وده ضغطت فيه ان احنا خلصناه قبل ميعاده واشتغل معانا نفعنا في موضوع الامطار. لكن في بعض مناطق في المنتزه، في حي المنتزه اول وحي المنتزه تاني، دي كنا حاطين تمركزات وعربيات بنتعامل معاها، والناس كانت متعاونه معانا ومتقبله الوضع لان هو شايف ان احنا كلنا في الشارع، وانا كنت بنزل بنفسي حتى اقف مع الناس بتوع الصرف الصحي واتواجد معاهم بالليل وبالنهار، فبالتالي هم الناس حاسه ان احنا موجودين معاهم. لكن ما هوش ده العلاج، احنا بنوجد بقى دلوقتي بنعمل الحلول الجذريه. كمان انا عملت شكلت لجنه لحصر كل الشنايش بتاعت الامطار اللي هي بلاعات المطر باللفظ العام، لكن بالنسبه لاسكندريه احنا بنقول عليها شنايش الامطار. عندنا في اسكندريه 200,000 شنيشه، لما جيت ادور عليهم ما لقيتهمش. كانوا فين يا فندم؟ يعني في جزء كبير منهم غايب عندنا، لكن قدرنا نطلع منه عدد ونوظفهم. انا عايز ارجع ال 200,000 دولت على الواقع عندنا موجودين. لما كنا بنكشف في شوارع بنطلع حاجات مدفونة، حاجات متغطية نتيجة عمل، نتيجة تراب، نتيجة الكلام ده. يعني احنا طلعنا 70 شنيشة على المحمودية، دول اتفرقوا معانا في معالجة المطر واحنا شغالين. انا اعتمدت 455 شنيشة جداد في مناطق حيوية جدا ركبناهم السنة دي بتكلفة تجاوزت يمكن 4.5 مليون، نفذناهم قبل موسم الامطار عشان نقدر نستوعب الموضوع. الشنايش دولت مربوطين على مطابق الصرف الصحي للشبكه على حوالي 120,000 مطبق، فانا براجع الكلام ده بلجنه متشكله بحيث ان احنا على الشتاء الجاي ان شاء الله دولت يكون خرائطهم باماكنهم مرفوعه ومتوصلين ببعض وكفائتهم مرفوعه تمام. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، وبشكركم مشاهدينا، واعود مجددا للاستوديو. قد وقر واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها بأدلة بعد جدل شعبي وسياسي امتد لأشهر ووسط فرحة كبيرة وهتافات شديدة، حكمت اليوم المحكمة الإدارية العليا ببطلان طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والذي ينقل جزيرتي طيران وصنافير إلى المملكة، وبمقتضى الحكم الصادر اليوم يثبت أن الجزيرتين مصريتين. حكم تاريخي اعتدناه من مجلس الدولة الشامخ اللي كل مصري ينبغي أن يفخر به. الحكم النهاردة فن الثلاث نقاط أساسية، الأولى إن الاتفاقية ليست عمل من أعمال الإدارة ولكنها ليست عمل من أعمال السيادة ولكنها عمل من أعمال الإدارة. هيئة الدفاع الخاصة بالطعن على توقيع الاتفاقية والبالغ عددها نحو 180 من المحامين والناشطين والحقوقيين طرقوا القاعة وخرجوا إلى الشارع هاتفين بمصرية الجزيرتين رغم التعزيزات الأمنية المشددة. حكم تاريخي بيثبت ان احنا كنا صح لما سلكنا المسار القانوني، كل المسارات اللي كنا بنسلكها كانت صح. النهاردة الحكم بيثبت ان الارض مصرية بالدم مصرية بالادارية العليا مصرية. هذا الحكم هو تحصيل حاصل بتأكيد مصرية تيران وصنافير، أراه هذا حكما وطنيا قبل أن يكون عادلا وإن كان هو عادلا في الأساس. حكم وصفه المؤيدون بالتاريخي، وأن الجزيرتين مصريتين خالصتين ضحى فيهما جنود مصر بأرواحهم وارتوت بدمائهم، وسط صمت وذهول الرافدين له الذين تمنوا حكما مغايرا. محمد رياض، الحاليوم. يوم
السؤال المهم بعد حكم الإدارية العليا النهاردة، إيه اللي هيحصل داخل مجلس النواب؟ الاتفاقية المفترض وفقا للمعلومات أنه كان طبعا هيتم الانتظار لحين الفصل في القضية قدام المحكمة، وده اللي حصل النهاردة. هل مجلس النواب هيناقش ولا هيقفل باب النقاش بعد هذا الحكم؟ هل من الصلاحيات والاختصاصات الدستورية لمجلس النواب أنه هو المنوط بنظر هذه الاتفاقية بغض النظر عن المسار القانوني والقضاء اللي تابعناه النهارده؟ ده اللي هنحاول نفهمه من خلال لقائنا مع ضيوفنا. برحب بسياده النائب صلاح حسب الله عضو مجلس النواب، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. طبعا ائتلاف دعم مصر، اهلا وسهلا بيك. وسياده النائب احمد الشرقاوي المتحدث باسم تكتل 2530، اهلا وسهلا بحضرتك. انا عايز ابتدي بحضرتك الاول. اتفضلي. ان 2530 كان واضح في موقفه وواضح في رفضه حتى قبل النقاش وقبل الحكم النهارده، ايه اللي اختلف؟ ده دعم لموقفكم؟ شايفين الموقف ازاي النهارده او الوضع هيكون عامل ازاي؟ الاول انا عايز ابدا واقول ان مش تكتل 2530 بس اللي تبنى القضيه دي، القضيه دي بتاعت كل النواب وبتخص المصريين جميعا، ووقف الموضوع ده العديد من النواب حتى من ائتلاف دعم مصر نفسه ومن كافه التيارات والاتجاهات السياسيه. في الحقيقة احنا كان قدامنا احد ثلاث احتمالات ممكن كان ممكن يحصل على اساسهم تغير في الموقف القانوني والموقف الدستوري، ومن ناحية عرض الاتفاقية على المجلس والموافقة عليها والاجراءات التي تتبع بعدها. الموقف الأولاني لو كان حكم المحكمة النهاردة قضى بقبول الطعن وإلغاء حكم أول درجة ونظر الموضوع وفصل فيه برفض الدعوة برمتها، هنا كان مجلس النواب هيطلع بدوره في أنه هو تتعرض عليه الاتفاقية وتتنظر أمامه ويقرها أو يرفضها. الأمر الثاني إن لو كانت المحكمة قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوة، وهنا كان برضو مجلس النواب هيقوم بدوره وتتعرض الاتفاقية عليه، وكان هيبقى في المسألة فيها كلام بين العرض على الاستفتاء الشعبي. الحالة الثالثة وهي حالة اليوم النهاردة، قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري اللي قضى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وقال في أسباب حكمه وفي منطوقه أن تيران وصنافير جزر مصرية. تيران وصنافير جزر مصرية يمتنع على الجميع، وعلى الجميع لازم نحط تحتها 100 خط، على الجميع حكومة برلمان حتى الشعب نفسه لا يجوز الاستفتاء على أرض مصرية، سواء كنا هنديها للسعودية نتنازل عن جزء منها أو نتفق على معاهدة تؤدي إلى التنازل عن هذا الجزء، يمتنع على الجميع التعامل على هذه الأرض وفقا لحكم المحكمة الذي قرأ قانونية المحكمة وفقا لكون تطبيقا لصحيح نص المادة 151 من الدستور. ويمكن الحكم اتكلم في كل المسائل، ويمكن هنعرض حضرتك كمان عايزين نقول ان حضرتك عضو اللجنة التشريعية في المجلس. بالظبط. المادة 151 في فقرتها الثالثة لا يجوز التنازل عن اي جزء من اراضي الدولة. ولا يجوز التنازل ده للجميع، للبرلمان وللحكومة وللشعب نفسه، لا يجوز الاستفتاء على التنازل عن جزء من الارض. اذا الموقف الحالي بعد حكم اليوم هو عدم جواز نظر الاتفاقية من أساسه داخل البرلمان، لأن الاتفاقية أصبحت هي والعدم سواء. الاتفاقية قضي بإعدامها النهاردة بحكم كاشف وليس منشئ عن حقيقة مفادها أن هذه الجزر جزر مصرية، تيران والصنافير مصرية، بطلان نهائي للعقد الاتفاق والتوقيع عليه المبرم بين مصر والسعودية، وبالتالي لا ولاية للبرلمان على هذه الاتفاقية، ولا يجوز عرضها بالمرة على البرلمان ولا لجانه النوعية ولا جلسته العامة ولا حد له عنده صلاحية ان هو بس قولي حضرتك، هو مش لسه في منازع التنفيذ قدام الدستورية العليا؟ انا النهاردة صدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الإدارية العليا مفاده بطلان الاتفاقية ومصرية الجزيرتين، واتكلم عن مصرية الجزيرتين كسبب رئيسي
لقضائه برفض الطعن المبدأ من الدولة، واتكلم عن أعمال السيادة، اتكلم عن كل شيء، بس وعن اختصاص المحكمة هو قال حتى المسألة دي اتكلم فيه. هو قال في الحكم فعلا انه يعني القضاء الإداري له الحق في نظر هو المختص هذه القضية، واعتبر ان محكمة الأمور المستعجلة وحكمها الصادر مجرد عقبة لا يلتفت إليها حتى، يعني منازع التنفيذ دي حدث شايف انها حاجة إليها. حتى الحكم راض في المسألة دي. طيب ده من قراءتي الأولى للحكم. في قراءات تانية سيادة النائب، يعني في برضو أصوات من داخل مجلس النواب بتقول برضو ده اختصاصنا الدستوري والتشريعي وهنبص في الاتفاقية وده مسار قضائي، يعني شفناه وتابعناه النهاردة، لكن لا ينتقص من دور البرلمان. لا طبعا، خليني بس يمكن أختلف مع زميلي العزيز النائب أحمد الشرقاوي في عدد من النقاط، يعني حتى يعني مرور سريع يمكن قبل ما اخش في المضمون مع ما ساقوله، يعني على بس مرور سريع على بعض ما قاله. وقال ان لا، بما ان حكم المحكمه خلاص فلا يجوز التعامل من اي احد ولا برلمان ولا غيره، وحط لا يجوز الشعب ولا استفتاء كذا ولا الشعب. لا، الشعب هو مصدر السلطات، الشعب هو اللي ممكن يغير دستور وممكن يغير كذا. انا كنت بتكلم عن الدستور 151، ما كنتش بتكلم عن الحكم. يعني ايه الدستور 151 بيقول لا يجوز التنازل عن؟ لا فكره، بس هي فكره ان لا لا، الشعب هو مصدر السلطات، مش معنى ان حكم محكمه في احكام باتة نهائيه في عدد من الموضوعات اعيد التعامل مع موضوعات اللي تناولت موضوع الحكم نفسه في اكتر من موقع وفي اكتر من موضع وفي اكتر من محكمه من المحاكم المختصه، يعني سواء قضاء اداري او سواء جنائي او سواء مدني او خلافه. انما اعود بقى للموضوع، لا طبعا الموضوع طبعا، يعني احنا النهارده كلنا على فكره لا نملك الا تقدير كل الاحكام القضائيه واحترام وتشرف بالسلطه القضائيه المصريه اللي احنا بنصفها دايما بقضاء مصر الشامخ الابي الذي لا يخضع لاي هوى سياسي ولا غيره. انما في نفس الوقت انا من وجهه نظري الشخصيه ان 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 السلطه القضائيه مع تقديري الكامل ليها كاملا وباحكامها، ولا اعلق على احكام القضاء، هذا حكم يحترم في موضوعه وفي مضمونه وفي حدوده. انما في نفس الوقت انا شايف ان 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 الدوله ليست سلطه قضائيه فقط. الدولة مجموعة من السلطات، مجموعة من السلطات بينظمها أساسا قبل حتى المادة 151 اللي بيتكلم عليها زميلي أحمد الشرقاوي، بينظمها المادة 5 من الدستور اللي احنا أقسمنا كلنا داخل مجلس النواب على احترامه، وهو مبدأ الفصل ما بين السلطات. السلطة القضائية رأت أنها مختصة، رغم أن الطعن على فكرة أو الدفع في الطعن بالطعن أمام الإدارية العليا كان على أساس أن بطلان الحكم لعدم الاختصاص الولائي لمحكمة القضاء الإداري. فالمسألة هنا مسألة قانونية بحتة. المسألة القانونية حينما يحدث تنازع ما بين تفسير النصوص الدستورية مع تقدير الكامل، محكمة القضاء الإداري ليست مختصة بتفسير الاختصاصات الدستورية، هي مجرد السلطة القضائية مجتمعة، مجرد سلطة من السلطات الثلاثة للدولة المصرية، سلطة قضائية، سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية. مين الحكم ما بين حدود هذه السلطات الثلاثة؟ أهو ده الدستور اللي احنا يجب جميعا ان نحترمه. احنا في مجلس النواب بنقول لا، اختصاص المادة 151 يعطي للمجلس، قلنا من اول يوم لغاية اخر يوم لغاية بعد الحكم انا بقول الكلام دوت، اختصاص المجلس الدستوري الذي لا ينازعه في احد البت في كافة ما يعرض عليه من اتفاقيات دولية. دي المادة 151 اللي هو الرئيس ليه. لا بس نكمل المادة، فقرة واحدة نكمل المادة. اما فيما يتعلق، ما هو بقى فيما يتعلق، يعني هي المسألة في ايه؟ نكملها عشان ما نقطعهاش في عرضت هل يجوز الاتفاق؟ طب نوضحها بس. لا والله اصل انت خدتني في حتة انا ما قلتهاش. بص انا حبيت، انا بتكلم عن الدستور، ما كنتش بتكلم عن الحكم، كنت بتكلم عن 151. بعد اذنك قدامي حطيت النقط اللي عايز اعلق فيها على كلامك. تمام. لا انا بس هرجع لحضرتك يا سياده النائب وارجع على عشان هنجيب ال 151 الفقره بتؤكد على ايه. انا هقرا لك ثلاث فقرات. ال 151 بتقول ان يمثل رئيس الجمهوريه الدوله في علاقاتها الخارجيه ويبرم المعاهدات. وخدي بالك ابرام المعاهدات هنا برضو ده ردا على بعض من قال ان الرئيس الجمهوريه لم يوقع بنفسه هذه الاتفاقيه. ابرام المعاهدات غير توقيع المعاهدات. الابرام ان يعني ممكن مثلا يا استاذه لبنى بالظبط وزير نقل مصري مع وزير نقل البحرين مثلا قاعدين كذا ويحضروا التوقيع ويوقع مسؤول مننا ووقعوا يوقع مسؤول مننا، انما تبرم الاتفاقيات في حضورهم. طيب. فرئيس الجمهوريه يبرم هذه الاتفاقيات ويصدق عليها امتى بقى؟ بعد موافقة مجلس النواب. أيوة. يعني لازم تأتي إلى مجلس النواب ويوافق المجلس أو يرفض. إذا رفض المجلس أصبحت كالعدم هذه الاتفاقية، ولا يملك رئيس الجمهورية ولا السلطة التنفيذية أن تنفذ منها حرف واحد.
وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. هنا بقى ما حطش فصلة، حط نقطة ونهى الفقرة دي. تمام. احنا جات لنا من الحكومة اتفاقية. طيب زميلي العزيز احمد الفقرة بقى الأخيرة بقى. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاداة الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. طب دي الفقرة التانية بيقول عليها النبح. يعني خلينا ناخد المادة 151 على جزئين. أول جزء لا في لسه دراسة 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 واجبك اللي تنازل عن أي الفقرة الثالثة. هي الثالثة هي الأهم. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة. خذ يا الأمر. أنا هنا لا أنا بس قصة التنازل هل ده جزرتين بتوعنا ولا لا؟ علشان أنا أتفق معاك لهذا الكلام. أنا جات لي الاتفاقية. جات لي الاتفاقية. عندنا ثلاث خطوات لمناقشه هذه الاتفاقيه. مناقشه الاتفاقيه من حيث الموضوع لا دي مش الاتفاقيه ده حكم المحكمه بتاع النهارده 59 ورقه. فالاتفاقيه لما تجيلي انا معني وفقا لنص الفقره الاولى من الماده 151 بمناقشتها اذا تعلقت باعمال السياده انا كمجلس اللي اقول لا هذا يذهب الى الشعب الاستفتاء عليه. ده رقم 2. إذا بقى تناولنا فيها أو رأينا فيها أنها فيها تنازل استقر يقيننا بعد دراستها وفحصها الدقيق فيها تنازل عن جزء من أراضي الدولة نقول لهم لا 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 بقى. هنا الفقرة الثالثة من المادة 151 بتمنع علينا وعليكم وعلى أي حد بالزبط. التنازل احنا متفقين الفكرة هنا يا بس أستاذة لبنى احنا متفقين بيكون كاشف ليكم بتستندوا لي يعني أستاذة لبنى الفكرة هنا الاختلاف علي أنا وجهة نظر على فكرة أنا لا أتحدث عن صحة الاتفاقية من عدم صحة الاتفاقية أنا أتحدث عن الاختصاص الدستوري لمجلس النواب وعشان كده أنا النهاردة قلت تعظيم سلام لحكم المحكمة مع احتفاظنا كمجلس نواب بحقنا الاصيل الدستوري اللي بينظموا الدستور ده اللي اقسمنا على احترامه ان احنا نناقش الاتفاقيه وفي الاخر يتوصل المجلس انا والنائب احمد واي حد مختلف مع ضد انا ضد هو مع العكس اي حد ال 594 نائب يتناولوا ويمارسوا اختصاصهم الدستوري بمناقشه الاتفاقيه في هدوء وفي استماع ونستمع لكل حد وندرس حكم المحكمه وندرس حيثيات الحكم وندرس ما استندت اليه المحكمه وما استندت اليه الحكومه في توقيع هذه الاتفاقيه وما استند اليه رافع هذه القضيه امام القضاء الاداري وكل وجهات النظر وكل الخرائط ونستمع للجميع وفي بس سياسات النائب تصل طبعا هرجع لحضرتك واسمع تعليقك لكن نعم. من باب الموائمه او انه ما بقاش فيه وجه من وجوه الحرج او يطلع المجلس قدام الراي العام باي شكل يعني انه في حكم محكمه قالت خلاص دول مصريتين يطلع المجلس ده حقكم واختصاصكم المناقشه لكن تنتهوا لراي مخالف لحكم المحكمه يبقى الوضع ايه يبقى يعني هيبقى في اشكاليه برضو انه مع كامل الاحترام طبعا للفصل ما بين السلطات هناك محكمه دستوريه تقول اذا كنت انا اتغولت يعني على هذا الدستور طبعا الدستورية عليا نفترض ان احنا قلنا قرار عكس المحكمه او اتفقنا مع المحكمه طيب. او قلنا اي قرار او المحكمه حتى راحت للمحكمة الدستورية العليا قالت لها الحقوا ده العالم دول بتدوس على الدستور الدستورية العليا هي الحكم الحكم تفسير هذه النصوص الدستورية والاستفتاء في أي مرحلة نعم والاستفتاء إمتى أنه استفتاء لو اتجهنا للشعب احنا لو يعني نعم او لا احنا 594 نائب و90 مليون مواطن عايز اقول لك ان كثير من 500 مش كثير من 594 ادعي ان اكثر من 80 او 90% من 594 واكثر من 95% من المصريين لا يعلموا شيئا عن الاتفاقيه وتفاصيلها احنا نفسنا كنواب انا حق كنت اقوله يا سيدي انا حقي انا حقي ان انا اشوف الاتفاقيه وحق اشوف الحكومه ديت عملت ايه في الاتفاقيه دي والجهد اللي قامت بيه ايه ويا ترى الاتفاقيه دي الجيش المصري ولا اللي رسموا الحدود رسموا على اي اساس وملتزمين بصحيح القانون ولا لا وملتزمين باتفاقيه 82 للامم المتحده القانون البحار ولا لا ومتفقين بكل الكلام دوت ولا لا ويا ترى فعلا هناك شبهه تفريط في السياده المصريه ولا لا؟ ده حقي انا هنا لا اناقش الموضوع المضمون انا اناقش الدستور. الدستور يعطيني الحق كبرلمان ان اناقش هذه الاتفاقيه وان استمر في نقاشها ومع ذلك انا بقول لك انا اقدر السلطه القضائيه ولكن مفهوم. انا هدي لك مثال مثلا هدي لك مثال كده قبل المثال علشان لا معلش 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 عشان بس لا احمد يرد عليا بس في التعليق وارجع لحضرتك احنا انا اقول لك انا عشان بس ما تزيدش انت بتتكلم كتير وفي نقاط متعدده وعايزين المشاهد يستفيد اتفضل الماده 151 حطت ثلاث فروض فرض الاتفاقيات العادية اللي بيبرمها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومن ينوبه ومن
من هو مختص في السلطة التنفيذية، ودي بتجيلنا واتفاقيات كثيرة وعديدة وجالنا البرلمان وأقرناها وعدت على اللجنة التشريعية وشفنا أن ما فيش فيها لا هي متعلقة بحقوق سيادة عشان استفتاء شعبي ولا غيره، ومرت من البرلمان واتفاقيات عديدة. دي حالة أولانية، الاتفاقيات العادية، الاتفاقيات المتعلقة بحقوق السيادة نستفتي فيها الشعب. طيب الجزء الثالث وهو الأهم في الفقرة 151 أنه لا يجوز التنازل ولا إبرام المعاهدات اللي بناء عليها يتم التنازل عن جزء من إقليم الدولة. الجملة دي والفقرة دي معناها ان مفيش حد من حقه يتكلم عن تنازل عن جزء من إقليم الدولة. مين بقى انا جاي لحضرتك امتى بقى نقول ان ده جزء من إقليم الدولة؟ ايه اكتر من حكم قضائي استقرت القواعد القضائية والقانونية ان الحكم عنوان الحقيقة، يعني بيبقى في حقيقه. احمد بيه انت راجل قانون، بعد اذن حضرتك اكمل بس راجل قانون اكمل فكرتي. ما تقص الحكم مختلف. الحكم عنوان الحقيقه، وحجيه الاحكام هنا تقتضي ان احنا نحترم ما قالته المحكمه الاداريه العليا في جزئيه ان تيران وصنافير ارض مصريه. ارض مصريه يعني لا يجوز الاتفاق على التنازل عنها او ابرام معاهدات متعلقه بها او تسليمها او التخلي عنها. أنا مش عايز أدخل القوات المسلحة في الموضوع، القوات المسلحة ما أدلتش بدلوها في المسألة دي، مش عايز القوات البحرية شاركت. أنا شايف القوات البحرية المصرية شاركت في الترسيم. أنا شايف. لا ده مش شايف. أنا شايف إن أنا ما دخلش القوات المسلحة في الموضوع. في المادة اللي بنتكلم فيها دي، معلش حضرتك بتقول إنه الفقرة اللي هي محل جدل إنه هنتنازل عن حاجة من أراضينا وتخضع لأعمال السيادة ولا لا؟ اللي مفيش فيها جدل إنه ساعتها يتم دعوة الشعب للاستفتاء. لا ده اللي متعلقة بحقوق السيادة. أي ما هي دي لا. بحقوق السيادة ولا كان في لكن تنازل. لكن هي دي فقرة تانية. مين اللي هيدعو الشعب للاستفتاء؟ مين اللي هيقول؟ ده مجلس النواب. مجلس النواب ده يعني كده كده إيه؟ لازم ده في حالة إيه؟ مجلس النواب هو اللي يناقش ويقول والله أنا شايف إن أنا ما وصلتش قرار أروح للشعب. أقول لحضرتك الحالة إيه؟ الحالة إيه؟ اللي هو تقصدها الفقرة التانية من المادة 151 إن أنا يكون ليا سيادة على أرض ولكنها ليست جزء من إقليم الدولة. ديت أنا أروح فيها للاستفتاء. يعني إيه على فرض وده احنا قلناه قبل يعني كده إيه من شهر 4 ومارست عليها سلطات الدوله وهي ليست ارض مصريه. دي اسمها اداره، دي اسمها لا طيب لا الحكومه بتقول كده. هم ثلاث حالات بس، هم ثلاث حالات متصنفين في 151 من حيثيات توقيع الاتفاقيه ان الجزر دي ما كان انا كنت بمارس عليها السياده لكنها ليست جزء من اقليم الدوله. ده اللي بناء عليه حصل الاتفاقيه وحصل ان الحكومه بتقول هنا بقى كنا هنروح فين؟ اروح للاستفتاء بقى. للاستفتاء هنا تروح ازاي؟ طيب في حاله ثالثه بقى ازاي الا عن طريق في حاله ثالثه بالظبط ماشي ده بس انا مش في الحاله الثالثه دي الثانيه دي يا فندم توصل انا دلوقتي في الحاله الثالثه. الحاله الثالثه اللي هي ايه؟ ان احنا استقر عندنا وقبل الحكم حقيقه دامغه بعد فحص مستندات ما تاخرناش كتير. انا مش منتظر النهارده عشان من شهر 4 تتوقع الاتفاقيه وجب حسها النهارده. على سؤال تاني ده لا ما ده استكمال للموضوع. طب ما تقاطعنيش. طيب من شهر 4 احنا عكفنا على ان احنا ندرس هذه الاتفاقيه لان ده امر مهم جدا. ما اقدرش اقول النهارده ان ياخد فرصه النواب وياخد فرصه تاخد فرصه الحكومه وياخد فرصه الشارع اللي هو يبحث في الاتفاقيه من النهارده من اول وجديد. انا من شهر 4 واحنا بنبحث فيها واستقرينا على انها ارض مصريه. جه حكم المحكمة الإدارية العليا وافق هذا النظر والرأي وكشف عن الحقيقة أن هي أرض مصرية. أرض مصرية بقى هنا الفقرة الثالثة، نعمل الفقرة الثالثة. الفقرة الثالثة بتقول لا يجوز الاتفاق على التنازل عن جزء من الأراضي المصرية. تمام؟ إلا مفيش إلا بقى دي مفيش فيها إلا. الثالثة دي واضحة وصريحة. المادة 151 واضحة وصريحة فيها ثلاث حالات، اتفاقات عادية، اتفاقيات متعلقه بحقوق السياده، لا يجوز الاتفاق على التنازل عن جزء من حقوق الدوله اللي هي او التنازل عن جزء من ارض الدوله المصريه. فانا عندي ثلاث فقرات في الماده، كل فقره لها حكم مختلف عن غيره. عملا في الحاله بتاعتنا الحاله الاستفتاء لو كانت الارض دي سعوديه وكانت في حوزتي وبمارس عليها الحكومه بتقول كده. ما انا بقول اهو هنا بقى نروح للاستفتاء. طب ما عشان كده الحكومه بتقول كده. ما انا ماشي هنا نروح للاستفتاء. القضاء قال النهارده القضاء قال ايه بقى؟ قال ما قالش استفتاء بقى، قال ايه بقى؟ قال دي مصريه. مصريه يعني لا يجوز الحديث عنها، مصريه لا يجوز الاتفاق بشانها.
الجدل داير في نقطة واحدة، يمكن الدكتور صلاح واحنا هنتكلم فيها دلوقتي، هل حكم المحكمة الإدارية العليا لما قال جزر مصرية ده كفاية؟ انت ممكن تكون عايز تقول كده، انا بقول من غير حكم الإدارية العليا مستقر بالتاريخ والجغرافيا والدم والشهداء وكل سيدي ده تمام، دي مسألة ثانية والمستندات والوثائق انها ارض مصرية. لما يجي الحكم النهاردة يوافق هذا الاتجاه بانها ارض مصرية، قال كده ما قالش دكتور صلاح بيتكلم ان في مثلا احكام متناقضه، انه اللي في منازع التنفيذ، انه لسه في خطوه قدام الدستوريه العليا. ما تكلمنيش عن حكم، مع احترام الشديد لكل الجهات القضائيه، ما تكلمنيش عن حكم صادر من محكمه غير مختصه، لا حكم قاضي الامور المستعجله خالص ده بعيد عن ده. تمام. وتقول لي ان ده بينازع حكم الاداريه العليا. احنا على فكرة اذكر بس الزميل الفاضل العزيز الدكتور صلاح حسب الله، ان احنا طلع من عندنا قانون لم يصدر بعد، لم يوقع بعد من رئيس الجمهورية، بانه عدم، لا عدم جواز نظر منازعات التنفيذ في احكام القضاء الاداري الا امام ذات المحاكم، محاكم القضاء الاداري، يعني محكمة الامور المستعجلة، الامور المستعجلة. وده ده قانون طلع من عندنا واقرناه. ايوه على فكرة، ده حقيقي، انا متفق معاك. ده تمام. فما لا يجوز، لا يجوز اما اروح النهارده اقول ايه ده في منازعة بين احكام وهتفصل فيها المحكمة الدستورية العليا بين حكم محكمة الامور المستعجلة ولا حكم الادارية العليا. ده انا مش بتكلم كمان على حكم القضاء الاداري وهو كافي بذاته، حكم اول درجة في القضاء الاداري كافي بذاته لاثبات مصرية هاتين الجزيرتين. لما يجي حكم الإدارية العليا بقى اللي بيقر ويرسي المبادئ، وعلى فكرة النهاردة قال كلام مهم جدا، أنا يعني يمكن ما أسعفنيش الوقت اللي أنا أقرأ 59 ورقة، بس بعض شطرات من الحكم قريتها، بيتكلم عن أعمال السيادة ومين اللي يحدد أعمال السيادة. القضاء هو اللي بيفصل بين أعمال الإدارة وأعمال السيادة، هو اللي يقول إن ده عمل أخدته الدولة أو قرار أخدته الدولة قرار إداري وده قرار سيادي، برغم ان الحكومة هي مصدر القرارين، مصدر القرار الاداري ومصدر القرار السيادي. طيب. لان اللي بيفصل في ده مين؟ طيب. وله الولاية الوحيدة هو القضاء. طيب. وهو كمان على فكرة انا اسف، وهو كمان اللي بيقول انا مختص ولا لا. طيب دكتور صلاح حسب الله، طب ما تستنوا الدستورية العليا كمان، يعني ننتهي من كل الخطوات في وقت إحالة هذه القضية للمحكمة. أنا سئلت قلت الاختصاص وطالب الحكومة بإحالة الاتفاقية لمجلس النواب حتى يمضي قدما في مناقشتها. الحقيقة على فكرة إن أستاذ أحمد حتى قال كلام غريب، قال لا إحنا حتى مش محتاجين نبحث من النهاردة، إحنا بحثنا واستقرينا وخلاص كذا. ومين اللي بحث واستقر؟ إحنا مجلس نواب قراراته بيتأخذها الأغلبية وفقا للائحه اللي بتنظم الكلام. إحنا ده احنا يعني بعيدا عن الدستور، عايز اقول لك بقى ارجع كده بس فلاش باك، يعني انا الاتفاق ده موقع في شهر ابريل 2016 دكتور صلاح. انا هكمل، مش معقول هكملك يعني، انا اقول لك بالمنطق كده مش معقول ما اهتمناش كلنا وقرينا وبحثنا. لا انا اهتميت، انا واحد من الناس اكيد انت اهتميت وقريت يعني. انا بس عايز اقول لك ان احنا كان عندنا ماده كده مثيره للجدل واحنا بنحط اللائحه بتاعت المجلس دي، الماده 175 اللي هي ارسال مشروعات القوانين بعد موافقه المجلس عليها في مجموعها ومش عارف كذا كذا الى مجلس الدوله لمراجعتها وصياغتها خلال 30 يوم على الاقصى. نفس الماده اللي هي ناخد بالتوصيات و لا وهنا بقى هنا 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 في الوقت دوت على فكره اثيره ضجيج وبتاع. انا واحد من الناس اللي بتقول يا جماعه الارسال لمجلس الدوله ليس تدخل في التشريع، هو مساله ضبط وصياغه. استاذ احمد الشرقاوي وكثير ممن يتحدث النهارده عن هذا الحكم عن مجلس الدوله قالوا لا تفسير الماده 190 كان السلطه التشريعيه كان تفسير خاطئ. انا بعيد استخدام هذه العبارات وبقول ان النهارده قضاء مجلس الدوله حكم في امر أنا في تقديري الشخصي هو اختصاص دستوري أصيل لمجلس النواب. الحكم خلاص يعني ده قضاء، أنا لا أتدخل في أحكام القضاء، إنما في نفس الوقت لا أحد يتدخل في اختصاصاتي الدستورية اللي حطها لي الدستور. إنما الحاجة التانية هي تفسير الدستور ده لمين؟ وأنا أقعد أنا وأستاذ أحمد أنا أقول له لا أصل الفقرة التانية
في الفقره الاولى في الماده 151 ويقول لا اصل الفقره الثانيه واحد ثاني يخش يقول لنا الفقره الثالثه واحد يقول لنا لا ده انا المحاكم اللي بتفصل. المحكمه الدستوريه هي المعنيه بتاكيد دستوريه الاعمال اللي بتخرج عن اي سلطه من السلطات الثلاثه. طب ما هو ده انا كده يعني ممكن انا اطلع قانون لسؤالي لحضرتك او تعليقي. طب ما نستنى الدستوريه العليا وهي تقول كلمتها بالقول الفصل الاخير. انا استنى. بصي يا استاذه ربنا انا هستنى. انا واحد من الناس انت بتسالني وجهه نظري. انا وجهه نظري ان يمضي مجلس النواب قدما في تنفيذ اتفاقيه. وعايز اقول لك حاجه بقى يمكن البعض لا يعني ده على فكره ده امر خطير عايزين نتنقله يعني في الحلقه بس هو امر خطير يعني جدا ان احنا نمضي قدما في. طيب هنرجع لخطوره ده. يعني البعض تحدث عن مسألة تعيين الحدود البحرية هو ليه ومش ليه ولا ده دي جت مواجبة لزيارة الملك سلمان لمصر وكذا. هذا كلام غير صحيح. مصر حدودها البحرية مع 8 دول يعني حدودها البحرية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر مع 8 دول. مصر في الفترة الأخيرة بدأت تعيد تعيين حدودها البحرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر. وهدف ده ايه؟ عشان انا عايز ابدا التنقيب. احنا كنت تحدث رئيس الجمهوريه وقال ان احنا بنبشر مصير في حقل غاز تم اكتشافه حقل زهر. زهر ده تم اكتشافه بعد تعيين الحدود البحريه ما بيننا وما بين قبرص. خلاص عرفنا حدودنا فين. من الممكن ان نسند لشركات عمليات التنقيب والبحث نشتغل. وبالتالي نبدا نشتغل ونطلع ثرواتنا ونستلم ثرواتنا. ما دون تعيين الحدود البحريه لا نستطيع ان احنا نحط حتى حفار في وحر ونقول هنبدا نشتغل ولا ننقب ولا نعمل نستدعي شركات عشان تبدا تقوم بعمل. ما اختلفناش على فكره. فدي مساله. دي مساله نفس الكلام ده اللي حصل في البحر المتوسط مع قبرص وتركيا واليونان بيحصل في البحر الأحمر مع الأردن ومع السعودية ودول أخرى. الحقيقة هنا إن إحنا أرجع تاني وأكد إن إحنا لسنا في مجال تقييم حكم المحكمة الإدارية العليا ولسنا في مجال بحث مسألة مصرية أو سعودية الجزيرتين. أنا شخصيا قد ينتهي رأيي إلى بعد البحث الموضوعي الدقيق للاتفاقية وأطلع أقول وأصوت جوه المجلس إن الجزيرتين مصريتين. طب هو سؤال بس هو دلوقتي مين اللي هيقول طبعا إحنا عملنا حتى لقاءات مع عدد من السادة النواب وكل واحد ورأيه نناقش لا نمتنع. التحديد بقى الوصول لرأي نهائي ونناقش ولا لا ده يحصل ازاي وايه طبيعة الخطوات يكون بتحرك من السادة النواب يكون رأي رئيس المجلس اللجنة التشريعية هي اللي تقول في 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 لائحة بتنظم هذا الامر داخل المجلس ان قد يعرض الموضوع على هيئة المكتب وهيئة المكتب ترى عرضه على اللجنة العامة واللجنة العامة تحيله تقرر عرضه للجلسة العامة بتشكيل بعض اللجان المشتركة او لجنة مشتركة من لجان مثلا شؤون التشريعية والدستورية لجنة الدفاع والامن القومي لجنة الشؤون العربية لجنة العلاقات الخارجية عدد من اللجان يعني تشكل لجنة مشتركة هيئة المكتب الاول بالظبط كده ثم تمر اللجنة العامة أيوة. ثم تحال الى المجلس والمجلس يتخذ قرار او توصية ده بس ان انا اناقش ولا ما اناقش تعرض بالظبط كده تعرض على المجلس توصية بتشكيل لجنة مشتركة من لجان كذا وكذا 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 وتبدا وتمضي قدما هذه اللجان في مناقشه الاتفاقيه ثم بعد ذلك عرض تفصيلي. اولا هنعمل جلسه. انا مع الناس اللي بيميلوا الى عمل يعني جلسات معلش استماع. معلش انا قبل جلسه الاستماع انا احيل المساله للتصويت داخل المجلس اللجنه الجلسه العامه المبدا اناقش ولا لا ولا يجي قرار من المكتب نهايه المكتب ومن رئيس المجلس بالمناقشه وبعد كده نناقش التفاصيل. لا على فكره يعني من حيث المبدا اناقش ولا لا ده على جدول الاعمال يعني بعد سلطه هيئه المكتب واللجنه العامه اوصل لقرار اناقش ولا لا لا مش للتصويت داخل الجلسه العامه ده سلطه هيئه المكتب واللجنه العامه اللي هي هي اللي تعرض وتقول خلاص احنا احيل الينا مشروع اتفاقيه كذا 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 وتوصيه بتشكيل لجنه مشتركه من اللجان التشريعيه ولجنه الدفاع والامن القومي ولجنه الشؤون العربيه ولجنه العلاقات الخارجيه للاجتماع لاعداد تقرير حول هذه الاتفاقيه. تجتمع هذه اللجان وتدعو الى جلسات الاستماع وتستدعي من تستدعي وتستدعي كافه الخبراء وتستمع الى كافه اصحاب وجهه النظر وكل من لديه مستند يؤيد او يرفض هذه الاتفاقيه. ده في الاحوال العاديه ده في الاتفاقيات طيب. العادية تعرض في على في الجلسة العامة تعرض في الجلسة العامة ده مسار أي اتفاقية ده مسار طيب. بس هو سؤال واحد اتفضل ولو سؤال احنا كنا منتظرين ليه حكم المحكمة الإدارية العليا لما احنا هنناقش احنا ما انتظرناش على فكرة لا احنا انتظرنا حكم لا دكتور علاء عبد العال قالها نستنى لغاية لما برضه هناخد وقتنا ومش مستعجلين ونشوف القاضي يقول ايه سننتظر حكم الإدارية العليا علشان ايه؟ سؤال انا بسأل علشان ايه كنا منتظرينه؟ علشان لا. نشوفه وبعد كده نتناقش ينتهي مطاف التناول القانوني امام سلطه من السلطات
طب ما لما حكم الإدارة العليا يجي يقول لك انا مختص وبيمتنع عليك يا كبرلمان. احمد بيه زي ما حصل قبل كده في تقرير جهاز المركز المركزي المحاسبات اللي صدر. جميل. وقلنا طالما معروض على النيابه العامه السنه لغايه ما تنتهي النيابه العامه. تمام. ننتهي خلاص ولا ننتهي النهايه دي لها ما هو هنا ده بقى فصل ما بين السلطات الرابطه. النهايه دي لها اثر يا سياده. يعني النهايه دي لو جت نهايه بالرفض الاثر واثر مغاير لو جت النهايه بالقبول لها اثر قانوني ولكن ليس لها اثر. لا تستطيع لا تملك حجه تغيير الدستور يا فندم. ده هم ده احنا اللي بنتمسك بالدستور يا فندم يا احمد بيه. المحكمه الاداريه العليا تمسكت بالدستور. المحكمه الاداريه العليا قالت ايه النهارده يا دكتور؟ المحكمه الاداريه العليا لها قوه لها كل التقدير ولكن لا تملك توزيع. انت عارف حضرتك ان ده اول مره ده اختصاص دستوري. انت لازم تمارسه. انت عارف ان حضرتك ان دي اول مره المحكمه الاداريه العليا تتصدى لطعن وفقا للدستور الجديد في اتفاقيه فيها تسليم او جزء من التنازل عن جزء من ارض على حسب ما هي قالت. ده اول مره وده اول تفسير للدستور في الماده 151 وفي كل مواد. وده قالته على فكره المحكمه الدستوريه العليا يا سيدي الفاضل. انا مش عايز اخد في انا مش عايز مش يعني عايز يعني انا مش عايز من الصحيح ان احنا نخوض في تفاصيل الحكم. انا بقول انا بقول موضوع الحكم. انا لسه ما قريتش 59. انا قريت 59 ورقه يعني كده اكون حفظتهم يعني. تمام. بعباراتهم الرائعه وكل حاجه ومع لا انا بتكلم انا بتكلم على قواعد يا سياده النائب ارساها. انا عندي مادتين يا سياده النائب. ماده 5 بتفصل ما بين السلطات. خلاص شكرا. المحكمة القضائية قالت السلطة القضائية قالت كلماتها عن طريق المحكمة الإدارية العليا بين السلطات ولا السلطة التشريعية يا فندم. أنا مؤدى الفصل بين السلطات يا أنا مش مخترع نص أو مش يا أنا فاهم. أنا مش بكتب نص في اللائحة. مؤدى الفصل بين السلطات إيه؟ نعم إن كل واحد يمارس اختصاصه وفق الدستور. ده أقول لحضرتك إيه؟ أمارس اختصاصه وفق الدستور. ما أنا هقول أهو أنا بقول لك أهو. ما اختصاصات القضاء إيه؟ القضاء هو اللي بيحدد هو مختص ولا لا. القضاء هو اللي بيحدد أعمال سيادة ولا أعمال إدارة. القضاء هو القضاء مش المحكمة النوعية. القضاء أنا بقولها يا فندم. القضاء القضاء ده هو إيه؟ يعني ماذا لو طعن طيب. على المحاكم أمام الدستورية العليا يعني أنت متفق معايا إن القضاء هو اللي بيحدد اختصاصه من عدم نقاش حضراتكم لكن دي عينة بالتأكيد من النقاش اللي لسه هيتم كمان داخل مجلس النواب خلال الأيام اللي جاية بخصوص مبدأ مناقشة الاتفاقية بعد حكم المحكمة النهاردة. الدور الاختصاص أو الدستوري والتشريع لمجلس النواب الفصل ما بين السلطات آثار تبعات هذا الحكم على كل الأحوال يعني في قراءات سياسية وقانونية مختلفة أكيد هنتابعها وهنشوف إيه اللي هيحصل خلال المجلس في المجلس وخلال في أثر خطير جدا لو احنا ناقشنا الاتفاقية بالمخالفة للحكم الإدارية العليا. هناك أثر خطير ممكن أن يترتب على مناقشة الاتفاقية والالتفات عن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بمصرية تيران وصنافير. هناك أثر أخطر أن تتنازل عن سلطاتك الدستورية واختصاصاتك الدستورية وتعطيها لمحكمة القضاء الإداري وتلغي مجلس النواب. والله أنا شايف حتى هل من باب طيب هيفضل الجدل مستمر لكن اسمحوا لي اشكر حضراتكم لان لسه نقاشنا برضه مستمر بخصوص هذه القضيه بعد الفاصل مع ضيوفنا لكن من زاويه ثانيه. الاتفاقات الدوليه، مساله الخرائط، الحدود البحريه، القانون الدولي بينظم المساله دي ازاي، خيار اللجوء للتحكيم الدولي هل ده وارد ويحصل ايه طبيعه الاجراءات القانونيه اللي من خلالها يتم الوصول لهذه الخطوه بعد الفاصل مع ضيوفنا نستكمل نقاشنا. من وجهة نظر الخبراء والمختصين هيدور نقاشنا بخصوص ما بعد حكم الإدارية العليا النهاردة، محاولة لفهم يعني ما قيل في حيثيات أو منطوق الحكم وكمان السيناريوهات المتاحة أو إيه اللي هيترتب من خطوات بعد حكم المحكمة النهاردة وكمان قصة القانون البحري، الحدود البحرية، الخرائط، حرب المعارك أو معركة الوثائق والمستندات لو جاز التعبير، كمان اللجوء للتحكيم الدولي يعني إيه طبيعة الإجراءات أو الخطوات اللي توصلنا لده. ده اللي هنحاول نتكلم فيه باستفاضة مع ضيوفنا. برحب بدكتورة سلوى بكير مدير عام الخرائط بين المساحه الجويه سابقا واستاذ خرائط بجامعه المنوفيه. اهلا وسهلا بك دكتوره سلوى. وبرحب بست اللواء دكتور محمد الغباري مدير كليه الدفاع الوطني الاسبق والمستشار باكاديميه مصر العسكريه. اهلا وسهلا. والقبطان صالح جلال حجازي الخبير البحري برحب بحضرتك معنا. اهلا وسهلا.
عايزه ابتدي مع حضرتك سياده اللواء، لان في امور كثيره محتاجين توضيح ليها بخصوص حتى ما قيل النهارده في حكم المحكمه، امور السياده و يعني الولايه على الاتفاقيات، برضو ده من عمل القضاء ولا يعني يمتنع القضاء عن نظر اتفاقيات السياده، قصه كمان جيش احتلال، ويمكن الحكم النهارده قال ان الجيش المصري ما كانش جيش احتلال بخصوص ملكيه او طبيعه اداره الجزيرتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه انا ليا تعليق صغير بس على كلمتين المقدم بتاع سياده النائب اللي هو متحدث باسم 25-30 والمقدم اللي كان اللي هو اللي خد فيه اصوات الشعب من بره او اتكلم من مجلس الشعب وكده، اللي هو المندوب بتاعكم انتوا بتاع القناه. المراسل عمل لقاءات مع الساده النواب. فالمراسل كان متحمس جدا للمحافظه على الدم الاوريق على تيران شرف وصنافير الدم المصري. والنائب قال ان دم اقير على لا لم تحدث اي معركه في تاريخ القوات المسلحه المصريه ولا في تاريخ مصر كله في على جزيره تيران وصنافير اطلاقا، ولم يراق دمه عليها ابدا، وليس في سجلاتنا اي هذا الموضوع اطلاقا. فلازم الموضوع ده نشيله من دماغنا، لان الكلام ده ما حصلش، واذا كان حصل احنا اكتر ناس من الجيش اللي ندافع عن دم اخواتنا اللي كانوا موجودين فيها، وده ما حصلش. الجزء الثاني هو الكلام هنا على كلمه السياده. مع احترامي طبعا لحكم المحاكم والحاجات دي انا ما اطردش عليها، ولها سكتها ولها الناس اللي بيدافعوا عنها يعني. وبعدين احنا برضو جاي انا منيش طرف ضد حد، لكن انا بوضح انا راجل خبير استراتيجي، بلاش خبير استراتيجي، راجل مدرس علوم استراتيجيه، ببص على الحدث اللي قدام هيحصل في ايه. وانا اتكلمت على الموضوع ده من السنه اللي فاتت وكتبت في الجرايد وقلت خلي بالكم لو السعوديه راحت للمحكمه الدوليه هتعملوا ايه؟ لان في حكم قضائي مشابه له تماما وفي نفس المكان، هنعمل ايه؟ وشرحت الموضوع ده وكتبته كل حاجه، لكن محدش بيسمع، لان انت بتحط القضاء المصري في سكه مش بتاعته. يا سياده المعارضين، يلا انت يعني تحمست ورحت رفعت القضيه، بص قدامك هتودي القضاء ده فين؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا النهارده بشكل الدوليه بتحكمها القانون الدولي وليس بحكم المحاكم المحليه. النهارده هديك مثال، لو انا النهارده المحكمه الاداريه السودانيه قالت حلاوه شهادتين بتاعتها هروح اسلمها لها؟ وانا اقول لا دي بتاعتي، فكل دوله بشانها الداخلي طبعا ما بتفتحوش علينا فواتح مالهاش لازمه. النهارده الكنيسه الاسرائيليه وعندهم الكنيسه الاسرائيليه مقدس كلامه زي كلام الرب، قال ضمته الجولان، هيبقى خلاص سوريا هتسكت ولا سوريا عماله بتقول لا الجولان بتاعته وهتحارب يعني زي قصه طابه، هم بيقولوا بتاعتي وانا بقول بتاعتي. اذا النزاعات الدوليه بيبقوا صالح المحاكم الدوليه والقانون الدولي اللي بيوصف فيها، وده الكلام احنا بنقوله ناخد بالنا منه. طب نيجي نقول على السياده، احنا اتعلمنا السياده لان الوقت فيه بند. معلش قبل السياده، معنى كده ان كل الخطوات المترتبه على ده وحتى النقاش انه مجلس نواب استفتاء، ان كل ده برضه شان داخلي محلي في نهايه كل ده شان داخلي ولا في الاخر ولا حد هيبص له. ولا حد ليه؟ لان انت حضرتك القرار طلع، القرار الجمهوري طلع. عايز اقول لحضرتك على حاجه، كان في معانا مداخله مع دكتور انور ماجد عشقي، ده طبعا كان عضو مجلس شورى سعودي سابق. انا سمعتها. وقال برضو فيما معناه تاكيدا لحضرتك، هو انا بقول ده شان داخلي محلي وانتهوا من كل خلصوا كل خطواتكم وكل اجراءاتكم. وفي القانون الدولي احنا اللي يعني بنتكلم. هو قال المزموع، هو قال المزموع، هو مدير مركزات استراتيجيه درس استراتيجيه، فبقول لك صح الكلام كده. القانون الدولي هو اللي بيحكم في الكلام ده. احنا اتعلمنا السياده زمان وفي كل وقت، عشان بس الحكم المحكمه اللي طلع وقال السياده المحكمه هي اللي بتحكم حكم السياده، لا. النهارده المحكمه مع احترامي لحضراتها، احنا درسنا كلنا علمنا ان السياده لها بنود ثلاثه، الاداره والقضاء التشريع والدفاع. فالاداره بتمارس على ناس عايشه، فهاتي لي في تيران حد عاش فيها تيران عشان انا اقيم عليه شكل الاداره، اعمل حكم محلي، اعمل بوليس، اعمل جوازات، اعمل الجمارك، اعمل مدارس، اعمل ده 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 الاداره. امال كانت سلطتي على الجزيرتين ايه؟ اكثر من ان انا حاطط عليها مجموعه من الجنود عشان ما حدش يحتلها فقط لا. طب وهل انا وفقا لوجهه نظر المصريه سلطه احتلال؟
لا ما هي صوت احتلال. اصل كلمه الاحتلال بالانجليزي او بالمدني يعني احتلال زي الاستعمار. اما احنا في الجيش ده عندنا مصطلح استخدامه للدفاع عن الارض، او الوحده دي تحتل من حد يسار للدفاع عنها، ده اسمه كده. فبيختلف. انا النهارده الامر لما طلع للوحده اللي راحت هناك احتل هنا عشان تدافع عن الجريزه دي، مش احتلها لاستعمارها او لاقامه السياده عليها. انا اول مره نقطه شرطه تروح على الجزيره سنه 83، وخرج بيها بقرار وزاري من وزير الداخليه مصدق عليه رئيس الجمهوريه، ونشر في الجريده الرسميه. ليه؟ لان انت حضرتك لو انت النهارده وزير الداخليه حب ينشئ اسم مدينه نصر مثلا، هياخد قرار من رئيس الجمهوريه ولا قرار اداري؟ اداري. طب ليه بقى المره دي رئيس الجمهوريه وفي الجريده الرسميه؟ لان دي القوات دي خارج الارض المصريه. يبقى من سنه 83 وانا عارف ان القوات دي خارج الاراضي المصريه. يبقى شوف هنا بقى الدوله هي اللي بتتكلم من زمان مش من النهارده. فبالتالي انا لم امارس اي من سلطات السياده على هناك. كان في مداخله مع المستشار نوفر حط وقال فيها، بس ما هو ما كانش عايز حد يرد عليه يقوله بس ويمشي، قال ان انا مارست القضاء على هذه الجزيره. رديت انا قلت طب هات لي قضيه واحده انت مارستها هناك. القضاء اللي شرع هناك سنه 64 تقريبا شرع علشان ينظم العلاقه بين الجنود اللي موجوده هناك، لما جندي يغلط هناك ولا يقتل نفسه ولا يتعمل ولا اي حاجه من دي، الحاجات اللي بتحصل دي يتحكم فين؟ عند السعوديه ولا عند اسرائيل ولا في الامم المتحده؟ وما طلع له قانون حكمه على ارضي وحطيت دايره طور هي اللي بس في لها. نهايه الامر سياده اللواء احنا قدام حكم محكمه دلوقتي. ما انا اقول لك الحكم محكمه، انا قلت لو ده كانت الورق والمستندات والادله اللي جت قدام المحكمه بالشكل اللي يعني تؤكد وجهه نظر الحكومه كانت الحكم جاب العكس. بقول برضو فواضح ان في قصه، يمكن برضو نستعين بالمداخله انه اولا الحكومه المحكمه قالت ان الادله اللي جت او المستندات اللي جت لا ترقى لكونها ادله احكم بناء عليها بسعوديه الجزيرتين، وكان في جلسات سابقه برضو وجهت اللوم لهيئة قضايا الدولة أو للدفاع عن الحكومة إنه يعني أنا أقول لحضرتك ما فيش مستندات. أنا برضو مش داخل معاك إنها سعودية ولا مصرية. أنا داخل معاك إن أنا بفسر الكلام اللي اتقال بالنسبة لي سيادة. أنا السيادة لها ثلاث نقط قلت لحضرتك عليهم، واحدة الإدارة وما عملتش فيها حاجة، الدفاع ورحت هناك بناء على طلب من السعودية سنة 50 27/3 سنة 50. طب ما قبل 50 كنت فين لو كنت أنا بدافع عنها؟ واليهود هناك من سنة 47 يبقى انا في الثلاث سنين ده كانوا فين؟ دي واحده. ولو عايز من التاريخ اقول لك من التاريخ كمان. طيب الحاجه الثانيه القضاء، وقلت لك القضاء كان عشان ايه؟ ويبقى الدفاع والقضاء وادي الاداره. فهل النهارده اللي انا عملته ده يساوي السياده اللي انا اخد بها في حاجه ارض غير او ارض مكان او اي حته حضام الاقليم عندي؟ هي دي النقطه اللي لازم ناخد بالنا منها. ولازم اللي اصدروا الحكم دول ومسكوا بيه يجهزوا نفسهم للي هيجي. طب خلينا نقف عن اللي هيجي بقى والسنه عشان احط لك على الخريطه. تمام دكتوره سلوى. ايوه فندم. كانت معركه ولا زالت يعني معركه وثائق، وكل جانب بيستعين بخرائط بيقول انها بتثبت وجهه نظر. فيعني هو علم الخرائط بيقول ايه؟ يعني الخرائط بتطلع كده يعني ايه الاسس العلميه اللي بيستند عليها القائمون على المساله دي علشان يبقى مستند ارتكن ليه؟ حضرتك الخرائط دي طبعا بتبقى كل دوله مسؤوله عن انتاج الخرائط بتاعتها. والخرائط دي بتبقى في خرائط اساسيه بمقياس 51,000 تغطي الجمهوريه يعني تغطي الارض كلها بطرق علميه سليمه ونقط جوديزيا وبالطيران وبالأقمار الصناعيه دلوقتي. الخرائط كلها انا موجوده في مساحه من سنه 72 كنت برسم بايدي كمان خرائط. انا ما حصلش ابدا ان الجزيرتين دول اتناقشنا فيهم مع اي جهه من الجهات اللي هي اللي تخص امن الدوله، وحد فيهم كان بيقول لنا لا هنبعد عن النقطتين دول، النقطتين دول امن دوله ولا حد يتدخل عليهم، لدرجه ان احنا كنا احيانا يعني كتير ما بنحطش الاسماء. لسه كنت بسال بتحطهم في الخريطه ولا لا؟ بنحطهم حضرتك. انا يعني في حديث مصريه ولا هي حضرتك ما بتتحطش على انها ضمن يعني المواصفات الليجند. في حاجه اسمها ليجند اللي هي مصطلحات اللي هي بتاعه الخريطه. المصطلحات دي الجزيرتين بنحط لها بس حدود الاوتلاين بتاعتها بتاعه البحر، انما هي ما بتاخدش الشكل او اللون اللي بيمثل الارض.
يعني ممكن الارض تبقى لونها اصفر هي ما تاخدش اللون الاصفر دي. الارض في خريطه تضاريسيه بتاخد مثلا الابعاد والارتفاعات بتاعه التضاريس كنتور ما نحطهاش مع اللون اللي هو مع اللون بتاع ارضنا احنا، انما بتتحط مع السعوديه لما يعني بنيجي نحط اللون. لا بس يعني بعيد عن خرائط السعوديه وخرائط مصر، خرائط مصر نفسها النزاع اللي كان موجود كل طرف برضو جايب الخرائط بتأيد وجهه نظر وكلها خرائط مصريه. احنا مش مختلفين مع السعوديه، دي في كتب تاريخ او كتب جغرافيا حضرتك هو مفيش اختلاف بيننا وبين السعوديه فيهم. ليه؟ ان حضرتك في اتفاقيه اللي هي بتاعه سنه 1950 اتفق فيها السعوديه مع الملك فاروق على ان يبقى في تواجد عسكري لمصر في هذه المنطقه عشان تحميهم، لان هم ما كانش عندهم امكانيات ولا اسطول بحري ولا جيش في هذه الفتره. فكان في اتفاق على انها طلع فعلا باسم اتفاقيه احتلال مصر لجزيره تيران وسنافير تحت موافقه ملك السعوديه. لا انا برضو بكلم دكتوره سلوى من زاويه انه هل في فوضى في الخرائط؟ هل المساله مش محسوبه؟ هل كل جهه حره في وضع الخريطه؟ زي بقول مثلا خريطه في كتاب تاريخ او جغرافيا، خريطه جايبينها من المساحه، خريطه تانية في في دار الوثائق، كل طرف بيجيب خريطه يقول لك دي اهي تيران وسنافير بتاعتي، لا ده بتاعت السعوديه. فدي مش في خرائط موحده. انا اقول لسيادتك من هنا يعني هي يمكن مش متخصص اتكلم في الخريطه مش متخصص، انما هي الخرائط هتلاقيها كلها واحده، بدليل ان انا عندي النهارده اطلس اللي اتهم بان هو موجوده فيه صنافير وتيران موجوده فيه انها خرائط تبع مصر. وده موجوده اهو حضرتك جزء كبير جدا لم يذكر فيه خالص، وتواجد يعني هرب الشخصيه اللي عملت، لان انت عارفه مساحه عسكريه دي جهه امنيه، فهو يعني عشان يتغاضى يعني بعد عن انه يحط جزيرتين في خريطه. طب المساحه والخرائط دي كانت من ضمن الورق والوثائق اللي اتعرضت على المحكمه؟ انا ما عنديش فكره صراحه. احنا مش طرف في الموضوع يعني ما جيب مع حضرتك ما حدش عارف طبيعه الوثائق اللي اتعرضت عليها. يعني هو حضرتك المفروض كان يبقى، انا بعرف ان القضاء لما بيحصل حاجات من هذه النوعيه حتى في المدني انه بيلجا لخبراء علشان يتناقش في هذا الموضوع، انما حضرتك انا شايفه ان ما فيش خبراء تناقش، ما فيش لجنه موحده ما فيش دوكيمنت واحده احنا نتناقش فيها. فالمهمه جدا، لان حضرتك انا بقول لك عندي ثلاث وسائل في الخرائط، هذا اطلس مدرسي معمول في المساحه العسكريه، ومعايا دوكيمنت خاصه بالمساحه الارضيه، ومعايا حضرتك الأطلس بتاع الجمعية الجغرافية الأمريكية، ده سنة 81 سنة 79 وحضرتك حديث سنة 95 و2000 و2008. طب غير اللي اتعرض على المحكمة الحاجات دي بيتم الاستناد ليها وقت توقيع الاتفاقية؟ المفروض حضرتك هذه الخرائط تعتمد وتبقى هي دي وسيلتنا لمعاينة هذه الأرض. طيب هل هي تبع السعودية أو تبع مصر؟ طيب للتوضيح احنا ما بنحكمش حكم المحكمة النهاردة، يعني مع كامل الاحترام طبعا لحكم الإدارية العليا، لكن احنا هي محاولة للفهم وطبيعة السيناريوهات المترتبة على هذا الحكم. سيادة القبطان يمكن انا هدي حضرتك بس الفرصه نتكلم يعني بشكل اكثر تفصيلا لكن بعد الفاصل، لكن عايزين نفهم اتفاقيه الامم المتحده لقانون البحار، وبرده القانون الدولي بيقول ايه، والمنازعات يمكن اكثر المنازعات ما بين الدول بتيجي طبعا وقت ترسيم الحدود، والحدود البحريه اكثر حاجه، اكثر حتى بالحدود البريه. بعد الفاصل مع سياده القبطان نرجع للنقطه دي ومستمرين في نقاشنا. برحب بحضراتكم معانا مرة تانية، وبرحب بضيوفنا، وبنرجع نتكلم عن ما بعد حكم الإدارية العليا النهاردة، إيه السيناريوهات المتوقعة والخيارات الموجودة قدامنا، وبنحاول نتكلم في الفقرة دي من وجهة نظر الخبراء والمختصين في الاتفاقات الدولية وفي قانون البحار والخرائط الأبعاد الفنية بشكل عام. وكانت النقطة مع سيادة القبطان صالح جلال قبل الفاصل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، اللجوء ليها بيتم على أي أساس وإيه مضمونها سيادة القبطان؟ هو حقيقة إحنا مصر وقعت على الاتفاقية الأمم المتحدة الدولية لقانون البحار في 10 ديسمبر سنة 82، والأهم من ذلك إعمالا للقانون والدستور
عرضت هذه الاتفاقية الأصلية مع الأمم المتحدة 82 عرضت على مجلس الشعب ووافق عليها مجلس الشعب. بناء على هذه الموافقة صدر القرار الجمهوري 145 لسنة 83 بالتصديق على انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ما هو موقف هذه الاتفاقية النهاردة؟ ده التساؤل. احنا ما بنعلقش زي يعني حضرتك ده يعني مبدئيا كده يبقى الكلام مفهوم ان احنا لا نعلق على احكام القضاء ونحترم احكام القضاء وقدسيتها وكل حاجة تمام ما فيهوش مشكلة، ولكن ده تساؤل. انت ماضي على اتفاقية دولية لقانون البحار والملحق بالاس 51 اللي هو خاص من هذه الاتفاقية فقط فنيا وتقنيا بكيفية عملية ترسيم الحدود، قواعد الترسيم وأسس الترسيم ومعايير الترسيم للترسيم فقط، ملوش دعوة لا بقانون دولي ولا له دعوة بأي حاجة تانية إطلاقا، لا دخل له إلا ب قواعد ترسيم العملية حرفية فنية الترسيم. فحضرتك أنت دلوقتي ماضي على هذا الكلام ضمن 157 دولة من الدول. بداية كده لما بنيجي نوقع اتفاقية تعيين حدود زي ما حصل بينه وبين المملكة بنستند على الاتفاقية الدولية دي وانا جاي لحضرتك انا جاي لحضرتك انا الاتفاقية الدولية انتهينا دلوقتي انها اصبحت ايه ده بناء على كلام الست دائب حسب الله اللي قال لك اي اتفاقية صدق وافق عليها مجلس الشعب صدق عليها رئيس الجمهورية اصبحت قانون. النقطة الثانية بقى ايه هو اللي تم فيما يسمى اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية؟ هو تنفيذ الاتفاقية الدولية اللي انا عضو فيها ومصدق عليها مجلس الشعب ومصدق عليها رئيس الجمهورية واصبحت قانون مصري. فاللي كان بينفذ الترسيم انا هنا ما بتكلمش على اي حاجة خالص غير فنية الترسيم بحريا، بتكلم بحريا فقط لا سياسة ولا اي حاجة تانية. اللي كان بينفذ اللي كان بيتم ما بين اللجنتين اللي اجتمعوا 11 اجتماع دول عمليه تقنيه الترسيم. محدش يعني ما فيش حد فيهم له يد في اي حاجه والا تنفيذ. نقطه ما هقطع حضرتك، لما الجانبين بيقعدوا يعني بيبقى الحكم ما بينهم الاتفاقيه دي والمعايير الدوليه ولا بيكون حاضر برضو الجغرافيا بتقول ايه؟ التاريخ بيقول ايه؟ المخاطبات والله الجانب المصري بعت السعودي رأى انتهى دور الكلام ده كله باستخدام الملحق اس 51 في التوقيع في تحديد وتعيين الحدود البحريه بدايه بتعيين نقط الاساس. ما هو اصل كمان الاصل في ايه؟ الاصل ان احنا في سنه 1990 بعد زي ما بقول لحضرتك ان هم مجلس الشعب وافق في 83 وصدر قرار جمهوري والقرار الجمهوري 145 مذكور في القرار الجمهوري 27 اللي بناء عليه. يعني انا ازاي اطلع قرار بتحديد نقط اساس للشواطئ بتاعتي اللي هقيس منها بعد كده هرسم منها خطوط الاساس واقيس منها كل ما ليا في البحر مياه اقليميه متاقمه اقتصاديه كله. هذه النقط مستنده الى موافقة مجلس الشعب على الاتفاقية ومستندة على التصديق على الاتفاقية من رئيس الجمهورية ومستندة على ان الاتفاقية دي اصبحت قانون مصري غير انها اتفاقية دولية. واخد بال حضرتك؟ فالنقطة دي معلش يعني الاتفاقية الدولية والتصديق عليها واكونها اصبحت جزء من القانون بيحطنا في حرج بقى وتعارض ما بين ده منسي. فعدم الفصل ما بين ما حدث في الترسيب مع السعوديه وبين الاتفاقيه الدوليه الاصليه هو ده اللي سبب المشكله. ده يعمل ايه بقى؟ افندم؟ يعمل ايه؟ يترتب على ايه كمان؟ ده سؤال، ده اللي اتساءل دلوقتي. بناء على هذا الحكم، ما موقف مصر من هذه الاتفاقيه الدوليه؟ علما بان حضرتك رسمت الحدود البحريه ايوه ده يعرضها لايه؟ بناء عليها ده يعرض مصر لايه؟ انها تكون عرضه بعد كده للتحكيم الدولي؟ لا هو دلوقتي السؤال الثاني بعد كده فين حدودنا البحرية من طابة لغاية خط عرض 22 اللي هو خط عرض بتاع حلايب وشلاتين والشمال؟ الموضوع مش موضوع جزئين، الموضوع انت بترسم حدودك بقى. انت بترسم حدودك البحرية بالكامل من خليج العقبة إلى خط عرض 22 حدودك السياسية. هذا الترسيم فين النهاردة؟ يعني سؤال هنا بعد حضرتك نقطة صغيرة كملت الكلام من الست القبطان. انت عندك حقل زهر اللي في البحر المتوسط
انت خدتيه بعد ترسيم الحدود بحوالي ب 10 ميل او 5 ميل من التقسيم. مماس يا دكتور. ده انت لو النهارده مماس لخط الحدود غيرت التقسيم اللي انت عملتيه ده كله، كل اللي انت بتعمليه ده هيضيع، ومفيش مصداقيه مع العالم بقى خلاص. الناس هتيجي تاخد ارض البحر وانت تقعد تدور على اللي بتعمله مره تانية. ده هو عشان كده بقول لك لازم الناس كانت تفكر استراتيجيا الموضوع ده هيودينا فين. وبدون ده انا قلقان بسبب الموضوع ده. برضو السؤال هيودينا فين؟ هيودينا بدون تحكيم دوري والتحكيم دوري. احنا عايزين حلقه بقى كامله، او مش كامله، انا عايزين ندوه نحكي فيها الاثار السلبيه لهذا الموضوع. طب هو مش التحكيم الدولي ده مرهون؟ عايز لو حصل ندوه بتحصل زي اللي حصلت يوم السبت فات، كانت انا اتكلمت فيها 40 دقيقه يعني. مش طب ما هو الكلام ده لازم يعني، طبعا مش هقول مجلس النواب برضو لسه في منازعه يبص في الاتفاقيه ولا لا، الخطوات الصحيحه السليمه يلحق يعني بخبرة يحددوا موقف الوزارتين دول. نكمل الكلام بس هعملك المسالين بتوع التحكيم الدولي علشان عشان نبقى ايه الناس تبقى فاهمه. طب الاول هو يا ساتر هو مش مبدا التحكيم الدولي ده مرهون ان الدولتين يوافقوا؟ لا، في حاجه اسمها، في حاجه اسمها ولا ايه؟ المحكمه الدوليه، في حاجه اسمها التحكيم الدولي. التحكيم الدولي ده بالطرفين زي ما عملنا مع طبعا. اما المحكمه الدوليه لما انا كنا المتضرر منك واشتكي في المحكمه. سوري يا دكتور، الاثنين ما ينطبقوش على هذه الحاله، ان يعني دي حاله ترسيم حدود بحريه. ايوه هنا هيخش فيها المجلس، تخضع للجنه القانونيه بقانون البحار في الامم المتحده. هي دي الواحده، لان دي اللي عامله القانون ودي اللي عامله مين مين اللي يقدر يصحح الامتحان بتاع الاثنين اللي قعدوا مع بعض ورسموا حدود، اللي حط القواعد، اللي حط القواعد يعرف ويتأكد من ان الاثنين اشتغلوا صح. النقط الاساس اتحددت صح، خطوط الاساس اترسمت صح، المسافات اتخذت صح. مفيش حد يحكم على هذه، وهي اصلا لازم تروح عشان يتم التصديق عليها. مش موضوع حد كتب خريطه ورسمها. وبعدين احنا برضه لازم نعرف حاجه اسمها الوثيقه. الوثيقه اللي بتقدم دي لازم اعرفها. الوثيقه خاصه في الخرائط لازم تكون الدوله معتمده هذه الوثيقه، والخريطه دي يكون فيها احداثيات وهنيجي ومش عليها رسم بالايد. لو اتعمل على رسم انت اسمك روكي، وبالتالي اللي اتحط عليها معلم بالايد، وبالتالي لما اجي انا امسك بقى على الخريطه بتاعت دوله مصر مثلا، هتبقى وثيقه دوليه ازاي؟ لو الطرف اللي معايا الثاني في المعاهده او في الاتفاقيه وقعنا لهذه الوثيقه احنا الاثنين على الخريطه دي، بقت وثيقه وتحفظ في لندن قبل كده وبعد كده بقت في الامم المتحده. اما واحد يقول لي انا جبت خريطه كانت مش عارف مع مين جابها، او مين في المانيا عمل خريطه مش عارف ايه، ده كل ده كلام ملوش وثيقه، ده مش وثيقه. عشان تبقى ساعتها، عشان كده ده الموضوع محتاج الفنيين وليس محتاج لا محامين ولا قضاء ولا كلام سياسيين. ده القضاء لازم يجيب لجنه فنيه عنده نقطتين، نقطه تحديد السياده ودي لازم لها لا بس فات الوقت على ده. ما عندنا مجلس الشعب يكمل، ما احنا قلنا الكلام ده، احنا قلنا والله العظيم انا قلت الكلام ده اكتر من محطه وقلته في محاضرات كتير جدا، لكن ما حدش بيسمع كلام. والنموذج بتاع حنيش واليمن ده متطبق علينا حرفيا في نفس البحر الاحمر، حرفيا لانه نفس البيئه وعلى نفس الفالق اللي حصل اتكون منه البحر. بس حضرتك مش معايا برضو ان كان في نقص في المعلومه، تهيئه الارض، اتكلم مع الناس يعني صح. الناس الحميه الوطنيه يعني قال جزيرتين وهنديهم، لا دول يعني بقت على طول في كلام مش مستند برضو. هم اصل الناس يعني الشعب المصري ما بيعرفش الا كلمه خريطه. اللي احنا بنعمله نتكلم دلوقتي هو فعلا تخصص قانون بحر وحدود بحريه امم متحده، يعني تفاصيل كبيره يعني تفاصيل زي انا قصدت بناخد هذه الكلام كلام كحاجه اوفر. ممكن قعدنا في الفصل نقول الجرف القاري ويتعين ازاي، ده ناحيه جيولوجيه دخلنا كمان في نطاق الجيولوجيا، ان الجرف القاري ده بعيدا عن التاريخ، يعني التاريخ ده ليه مسار وفنيات دي حاجه ثانيه. لان حضرتك الجرف القاري ده عباره عن جرف جامد جدا وعمقه رهيب جدا و يعني صخور يعني مرجانيه شديده جدا وعمقها متعمقه جدا، ما تقدرش حتى تحط لها خط. لو قلت هاخد خط نص كده في البحر مش هتقدر، خط نص ده مقصود بيه ان السفن تبقى ماشيه فيه وتعرف حدود انت الاقليميه بتاعت المياه ناحيه الشمال او هند تبع مصر او تبع السعوديه، انت حتى ما تقدرش تنفذي الخط ده لانه هو هيمشي في هذا الجرف
ومالوش اي قيمه، فلازم انت تلفي حوالين الجرف ده. ولذلك هي دخلت فيها جزيرتين تحت ناحيه السعوديه بسبب هذا الموضوع. اصبح جزيرتين هم تابعين للمياه الاقليميه في بتاعه السعوديه، ودي حاجه جيولوجيه وحاجه اتعملت زي ما قالت سياده اللي هو اتعملت حضرتك في اتفاقيه دوليه معترف بيها. احنا مش لكن الشاهد من كلامنا، وانا بختم مع حضرتكم وتعليقات اخيره، انه في مسار اخر وارد ان هو يحصل اللجوء ليه المحكمه ليه الدوليه ليه والاحتكام لقانون البحر. دلوقتي بقى ترسيم الملكيه في البحر يتبع الى وجود الجزيره على اي شاطئ من اجناب البحر اودي ليه، ومن هنا بجيب اكبر عمق وبرسم القاع وده برسمه الفنيين ويشوف الجزيره دي جدرها طالع منين، شرق ولا غرب. طب في جمله اخيره واحنا بنختم، شايف الموضوع واصل او هيروح لفين بالشكل ده؟ انا شايف كده ان السعوديه اللي هتحسمه بانها تروح للمحكمه الدوليه او للجنه الفنيه بتاعت ترسيم الحدود. سياده القبطان بالظبط زي سيادة لوبا بيقول، احنا دلوقتي فين حدودنا البحريه من طابه لغايه خط عرض 22؟ لان لو راحت لازم اللجنه القانونيه في الامم المتحده هي اللي تحكم في هذا الموضوع. نعم. الترسيم ده لازم يروح لها. هو بناء على كلام سيادتك طلعت هذه المستندات اللي معايا دي هي بتعتبر زي ما قلت انها تبقى وثائق رسميه، لانها طالعه من جهات رسميه زي الجمعيه الجغرافيه الامريكيه دي جهه رسميه، هيئه المساحه دي جهه رسميه، هيئه مساحه عسكريه دي جهه رسميه، هي دي بتبقى وثيقه. فاي حاجات تانية حضرتك ما تبقاش وثائق. تمام، انا بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معانا النهارده، طبعا كان وجودكم مهم ومقدر بالتاكيد. مره تانية بنؤكد هو مش محاكمه لحكم النهارده، مع كامل الاحترام طبعا لحكم المحكمه، لكن هي محاوله لفهم الخطوات اللي بعد كده، السيناريوهات المتوقعه سواء المسار السياسي وايه اللي هيحصل داخل مجلس النواب وده اللي ناقشناه في الفقره اللي فاتت، او المسار المحاكمه بقى الفنيات او التفاصيل المتعلقه بالاتفاقيات الدوليه، التحكيم الدولي وهل هو او المحكمه الدوليه هل هو خيار متاح ومن الممكن اللجوء ليه، ولا برضو لموائمات واعتبارات سياسيه ما بين البلدين ممكن يعني يحصل ارجاء لهذا الامر. كلها تفاصيل ومواضيع طبعا من الصعب ان احنا نحكم على اللي هيحصل في الساعات اللي جايه، لكن علينا الانتظار ونشوف تبعات المسألة دي مع حضراتكم. بشكركم على المتابعة، بكرة يوم جديد من الحياة اليوم، أشوف حضراتكم على كل خير بإذن الله تعالى. We'll be right back.